طيب كده هو بدأ تسجيل. هنكمل النهارده ان شاء الله محاضره البريشر، هنكمل الهيدروستاتيك بريشر اللي احنا بدأناه المره اللي فاتت كويس. وتعالوا ناخد كده مساله كده حتى نفتكر بيها الكلام اللي احنا خدناه المره اللي فاتت، بحيث برضو نعمل ريفريشمنت كده على الايه معلومات اللي خدناها. سي وليكن عندك مثلا ادي تانك كده كبير كده كويس، كل ده تانك، والتانك دوت مقفول ولكن الحته دي مفتوحه زي ما انت شايف كده، وعندنا ميه لغايه السطح ده، ده سطح الميه. وعندنا هنا زي حيطه كده، وبعدين حته مايله بالشكل ده كده، وبعدين حيطه تانية رأسيه كده، تمام. والليفل بتاع الميه هنا لغايه المستوى دوت، وبعدين هنا حطينا سائل تاني السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 3. هنا ده ميه، ده ووتر كويس، وهنا المكان ده هنا فيه هواء كويس. وبعدين الحاجة هنا ايه، اشيل بس الايه الجزء ده كده، فاصبح كل دوت سائل واحد لغاية المستوى ده. بص كده، كل ده سائل تاني. انا عندي هنا في سائل كويس، اللي مهشر ده كله سائل، السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 3 كويس. وهنا في اير، وهنا كمان في اير كويس كده. طيب ايه المطلوب في المساله ديت؟ المطلوب في المساله دي حاجتين. اول حاجه عايز يعرف فين، وير كويس از ذا ماكسيمم بريشر، عايز يعرف فين المكان اللي فيه اكبر ضغط. ده المطلوب الاولاني. ثاني مطلوب بيقول لك لو كان المسافه دي كويس 1 متر، وكان النقطه دي اسمها A والنقطه دي اسمها B، عايز يعرف الفورس، عايز يعرف الفورس كويس على السطح اي بي او على الغطاء بتاع الخزان اي بي بيساوي كام كويس. مدي لك بقى شويه مسافات، يعني مدي لك، تعال نعمل خط كده بس عشان ايه نقدر نحط عليه المسافات كويس. مدي لك بعض المسافات كده كويس، بيقول لك ده 1 متر، ده 1 متر، ده 2 متر، وده 1 متر، تمام كده. تعال نشوف مع بعض، تفتكر فين المكان اللي فيه اكبر ضغط؟ فين المكان اللي فيه اكبر ضغط؟ طبيعي ان المكان اللي فيه اكبر ضغط هيكون فين بقى؟ هيكون تحت، هيكون تحت خالص. اكيد تحت خالص، تحت اللي عنده اعلى جامه. اللي عنده في اللي بيقول عنده اعلى جامه كويس، ده برضو يعني ايه تفكير مبدئي كويس، قد يكون صح ولكن لازم نتحقق عن طريق ان احنا ايه نحل. طيب تعالى نعمل حاجه بقى، تعالى ايه نسمي بس كده ايه بعض النقط عشان نبقى ايه كلنا متفقين عليها، نقدر نتكلم بلغه واحده. يعني تعالى نسمي النقطه دي 1، تعالى نسمي النقطه دي مثلا 2 كويس، تعالى نسمي النقطه دي 3 كويس، والنقطه دي 4، والنقطه اللي تحت دي كده 5 كويس، والنقطه دي 6، والنقطه اللي هنا فوق خالص تعالى نسميها ايه بقى، تعالى نسميها 7 كويس. طيب طبيعي ان الضغط هيبقى تحت هو اكبر ضغط، لان كل ما ننزل تحت كل ما الضغط بيزيد. طيب يبقى احنا المقارنه عندنا بقى هي يا اما الضغط عند 2 اكبر يا اما الضغط عند 5 اكبر. طب هل تفرق الضغط هنا مثلا عن الضغط هنا؟ هل يفرق؟ لا ما يفرقش، ما يفرقش. ليه؟ لان هما الاثنين في نفس الايه نفس السائل
ونفس المستوى الافقي، يبقى الاثنين معرضين لنفس الضغط كويس. ودوت اللي انت شايفه ده تانك مليان سوائل كلها استاتيك كويس، مفيش عليها مفيش فيها حركه، اذا ينفع تطبق شروط تساوي الضغط على النقطتين، ويبقى البريشر هنا هو البريشر هنا هو بريشر 5 تمام كده. طيب التانك ده من بره هنا معرض للاتموسفيريك بريشر، يعني من بره خالص هنا في ايه بقى، في بي اتموسفيريك. طيب هنعمل ايه بقى؟ يعني عايزين نعرف بريشر عند 2 اكبر ولا بريشر عند 5؟ مش هينفع نخمن، انت مهندس ولازم ايه تحل. طيب هتعمل ايه تفتكر؟ هنبدا ازاي؟ هنبدا من مثلا 5 نحاول نجيب الضغط بتاع الهواء مثلا ونجيب بريشر عند 5، ولا تبدا عند 2 وتحاول ايه تنسب الكلام ده للضغط الجوي اسهل؟ اكيد تبدا من عند ايه، من عند الضغط الجوي ده اللي انت ايه معلومه عندك، لكن الضغط بتاع الهواء اللي على اليمين ده مش ايه مش عندك، ولا الضغط اللي في النص الهواء ده برضو ايه عندك، فكل دي مجاهيل انت ايه ما تعرفهاش، فينفعش انك ايه تبدا بيها. طيب يبقى هنبدا من عند نقطه 1. البريشر عند 1، البريشر عند 1 تعال بس ناخد لون تاني كده اهو. طيب وخليه حتى ازرق عشان يبين ايه الحل. طيب بريشر عند 1، بريشر عند 1 ده هيساوي كام؟ ده هيساوي بي اتموسفيريك، ممتاز. طيب لو انا هشتغل بنظام الجيج سيستم يبقى بي اتموسفيريك بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. تمام. طيب لو عايز اجيب بقى البريشر عند 2، لو عايز اجيب البريشر عند 2، بريشر عند 2 ده هيساوي ايه بقى؟ هيساوي ده السائل اللي عندي ده جاما ووتر، يبقى جاما ووتر في الارتفاع. ايه الارتفاع بقى؟ عمود السائل من اول هنا لغايه هنا، المسافه دي كلها، المسافه دي كلها اللي هي 1 زائد 2 زائد 1 يعني 5. لا يا راجل 4. ماليش دعوه بالواحد دي، دي واحد في الهواء. اربعه ما شفتش بالي. تمام يبقى هيساوي 4 جاما وتر. طب كويس قوي. نخش بقى على بريشر 3. بريشر 3 كويس، بريشر 3 بقى بيساوي كام؟ بريشر 3 اكبر ولا اقل من بريشر عند 2؟ بريشر عند 3 هيساوي بريشر عند 2، هطلع لفوق يبقى هيقل، يبقى بريشر عند 2 ناقص جاما ووتر مظبوط كده في المسافه اللي هي ايه بقى اللي هي 1. طيب يعني هيساوي بقى ايه؟ البريشر 2 ده كان ايه 4 جاما ووتر صح، يبقى 4 ناقص 1 يبقى في الاخر يطلع لي ايه بقى؟ هيطلع لي بريشر عند 3 بيساوي ايه بقى؟ 3 جاما ووتر. كويس حلو. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نقارن ما بين البريشر عند 2 والبريشر عند 5. بريشر عند 2 طلعناه اهو، بريشر عند 2 اهو طلعناه، بريشر عند 2 بيساوي 4 جاما ووتر. طيب احنا عايزين بقى ينقصنا ان احنا نجيب البريشر عند 5. طب ازاي اجيب البريشر عند 5؟ عشان اجيب البريشر عند 5 لازم اجيب البريشر بتاع 4 مظبوط، وايه ونشوف بقى ازاي اجيب بقى البريشر عند 4. يعني ازاي اجيب بقى البريشر عند 4؟ اكيد في علاقه ما بين بريشر عند 4 وبريشر عند 3 كويس. طيب ده هواء، ده هواء، وانا دلوقتي هطلع لفوق وهمشي فين في الهواء عشان اوصل للايه بقى للمستوى ده كويس. طيب احنا المره اللي فاتت عرفنا ان احنا لما ننزل لتحت الضغط ايه اللي بيحصل له؟ بيزيد، ولما نطلع لفوق ايه اللي بيحصل للضغط؟ الضغط ايه؟ بيقل كويس. طيب فطبيعي هتقول لي ايه بقى؟ ده البريشر عند 4 ده، البريشر عند 4 ده هيساوي البريشر عند 3 كويس. هطلع لفوق بس همشي فين بالمره دي بقى؟ انا ماشي فين؟ في هواء. يبقى المفروض اقول ايه بقى؟ ناقص جاما اير مظبوط. فين بقى؟ في المسافه اللي همشي فيها في الهواء، اللي هي المسافه ما بين هنا وهنا على الرأسي، اللي هي الايه بقى؟ اللي هي 2، اللي هي ايه 2 صح كده؟ يبقى مضروب الكلام ده كله فين بقى؟ في 2 متر كويس. طيب الجاما بتاعت الهواء ما اديتها لكش في الايه في المساله. طيب الجاما بتاعت الهواء ده تساوي كام؟ لو عملت سيرش سريع كده على النت او حاجه هتلاقي ان الجاما بتاع الهواء، جاما بتاع الهواء بيساوي بوينت او سوري انا اسف هيساوي 1.12 كيلو جرام على المتر الايه المكعب. 1.12 كيلو جرام على الايه بقى؟ على المتر الايه المكعب. طيب ده ايه علاقته بالجاما بتاعه الميه؟ جاما بتاعه الووتر، جاما بتاعه الووتر احنا عرفناها من المحاضره اللي فاتت انها بتساوي 9810 ك
كيلو جرام على الايه المتر الايه المكعب. طيب يبقى السبيسيفيك جرافيتي، يبقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الهواء، شوف بقى يطلع الرقم ده كام، اقسم الرقم ده على الرقم ده يطلع رقم 0.000 مثلا واحد وليكن، يعني رقم صغير قوي، رقم صغير قوي. فمعنى كده ان انت في المسائل اللي هي الارتفاعات بتاعتها صغيره ولتكن مثلا 2 متر، لما تضرب 0.001 ده لسه في 9810 فيطلع ده 1.12، في الاخر ده يطلع ده بيساوي 1.12 تضرب في 2 يعتبر رقم صغير قوي بالمقارنه بايه بقى، بالمقارنه ب 9810. فمعنى كده ان انت ممكن الجامه بتاعت الهواء دي تبقى تهملها في المسائل اللي هي ارتفاعاتها صغيره وتقول انها بتساوي ايه زيرو، وتقول انها بتساوي زيرو كويس، لانها قيمتها صغيره قوي بالنسبه لده. ده لما تضرب بقى شوف 3 في 9810 اضرب كده 3 اضرب كده 3 وفين اضرب كده 3 في 9810 يعني يطلع الرقم ده 29430، يعني الرقم اللي هو اللي فوق ده 29430. فالرقم ده بالمقارنه بجاما الهواء ولا حاجه، فممكن ايه تعتبره بزيرو كويس. طيب امتى امتى ما نقدرش نهمل الجاما بتاعت الهواء؟ ما نقدرش نهمل الجاما بتاعت الهواء لو كانت المسافه دي كبيره قوي، زي مثلا نازل بطياره مثلا على ارتفاع 10 كيلو ونازل ايه بقى ونازل ونازل على مستوى الارض، هتنزل 10 كيلو، 10 كيلو يعني ايه 10 كيلو يعني بتساوي 10000 متر. طبعا 10000 متر ده لما يتضرب في جامة الهواء اللي هي 1.12 يبقى ساعتها رقم ايه رقم مؤثر. غير كده هنعتبر ان الجامة بتاعت الهواء ايه بقى في المسائل اللي هي الارتفاعات بتاعتها صغيره زي 2 متر وكده غير مؤثر، وبالتالي يبقى بريشر عند 4 هيبقى ايه علاقته بريشر عند 3؟ بريشر عند 4 هيساوي بريشر 3، يعني هيساوي كام؟ هيساوي في الاخر 3 ايه 3 جاما وتر. يبقى تهمل جاما الهواء وانت ايه وانت مستريح. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ انت حتى ممكن اتفضل. هو البي 3 ليه بتساوي بي 2 ناقص جاما وتر؟ ناقص جاما وتر في واحد، عشان أيوة. عشان انت كنت هنا وبعدين طلعت لفوق، فايه اللي حصل؟ الضغط قل. حضرت المحاضره اللي فاتت؟ حضرتها. طيب كويس، عرفنا من المحاضره اللي فاتت ان كل ما نطلع لفوق كل ما الضغط يقل. بريشر عند 3 ايه علاقته بريشر عند 2؟ اقل منه بقد ايه؟ عمود الميه اللي هنا اللي هو ايه بقى جاما وتر في ايه في واحد. اوكي تمام. طيب احنا كده جبنا البريشر عند 4، لكن احنا دلوقتي عايزين البريشر عند ايه بقى؟ البريشر عند 5. ازاي هنجيب البريشر عند 5؟ العكس بقى، بدل ما اقول ناقص المره دي هقول زائد، لان انا نازل لتحت. بريشر عند 5 هيساوي البريشر عند 4، هزود عليه بقى عشان نازل لتحت المسافه اللي بقى من 4 لايه ل 5. طب انا همشي فين هنا؟ انا ماشي في الايه في السائل ده. ايه السائل ده؟ السبيسيفيك جرافيتي بتاعته تساوي 3، يقول ايه بقى؟ بيقول زائد 3 جاما ووتر اوكي مضروب في المسافه، مضروب في المسافه اللي ما بين 4 و5 اللي هي كام بقى؟ ركز هنا، المسافه دي 2 والمسافه دي كمان ايه بقى 1، مجموعهم ايه بقى؟ مجموعهم 3 متر كويس. يبقى هيساوي ايه بقى؟ بريشر 4، بريشر 4 اللي هو ب 3 جاما ووتر، 3 جاما ووتر زائد 3 في 3 يعني 9، يبقى 3 زائد 9 يعني بيساوي 12 ايه بقى؟ 12 جاما ايه جاما ووتر. طيب يطلع لي في الاخر بقى ان البريشر عند 5 بيساوي 12 جاما ووتر، والبريشر عند 2 بيساوي 4 جاما ووتر. يبقى مين اكبر؟ يبقى من هنا وصلنا ان بريشر عند 5 اكبر من البريشر عند 2. يبقى طلع في الاخر كويس، ممكن نكتبها حتى كده بالاحمر، ان البريشر عند 5 طلع اكبر من البريشر عند 2، واحد طلع ب 12 والتاني طلع بايه ب 4. حد عنده سؤال غير كده؟ دكتور معلش، هو سؤال يمكن عبيط شويه، بس هو ليه الميه من على الشمال كده ما طلعتش لفوق في الهواء الفاضي ده؟ اني هواء اللي فوق يعني طلعت فين؟ اللي هو في النص يعني. حضرتك كاتب اير في النص عند نقطه 3. ليه الميه ما طلعتش؟ ليه الميه ما طلعتش؟ عشان الهواء ده مضغوط، الهواء ده مضغوط ضاغط على الايه على سطح الميه، فنتيجه ان هو مضغوط ضاغطها لتحت فمطلع الميه هنا الايه لفوق. الهواء ده مضغوط، مش لو الهواء ده اتموسفيريك بريشر كان هما الاثنين بقوا في نفس الايه في نفس المستوى.
ولكن ده هواء مضغوط ضاغط على الميه منزله لتحت ومطلع الميه هنا لايه لفوق. ايه تمام. تاني دكتور لو سمحت، البريشر عند 2 مش المفروض يكون بيساوي الجاما بتاع الاير برضو معاه ولا ايه؟ البريشر بتاع 2 بيساوي البريشر بتاع الاير زائد بريشر زائد جاما ووتر من 3 ل 2 مظبوط، لكن انت ما تعرفش البريشر بتاع الاير قد ايه، انت ما تعرفش البريشر بتاع الاير قد ايه. احنا جبنا البريشر بتاع الاير من البريشر عند 2، فده كان مجهول، انت ما كنتش ايه ما كنتش تعرفه تمام، لكن كنت عارف بريشر اتموسفيريك، فمن بريشر اتموسفيريك جبت بريشر عند 2 ومنه جبت البريشر عند ايه، ومنه جبت البريشر عند بتاع الاير بيساوي كام. ايه تاني دكتور؟ هو لما اتحرك جوه الاير اللي في المساله ده البريشر مش بيتغير صح؟ مظبوط. ليه؟ لان الجاما بتاعت الاير تقول الى الزيرو او ممكن ايه نهملها، وبالتالي لما تتحرك جوه الاير يعني معنى كده ان كل النقط اللي انا بعملها دي، كل النقط اللي انت شايفها دي كلها عليها ايه بقى، كلها ليها نفس الايه، كلها ليها نفس الضغط. كويس. ايه تاني؟ عايزك يا دكتور البريشر عند 5 تاني المعادله. المعادله اهي بريشر عند 5 فين هي؟ اهي المعادله اهي، بريشر عند 5 بيساوي بريشر عند 4، انا واقف عند 5 اهو، هجيب البريشر من عند 4 الاول، هنزل لتحت. طب ايه المسافه ما بين 4 و5؟ العمود اللي انت الاخضر اللي انا بعمله ده، طيب المسافه دي قد ايه؟ ارجع كده للدايمنشنز على الشمال، 2 متر و1 متر صح كده؟ طيب انت اسال نفسك انا همشي في سائل السبيسيفيك جرافيتي بتاعته كام؟ 3 صح؟ يبقى زائد 3 اللي هي السبيسيفيك جرافيتي صح كده؟ مضروبه في جاما ووتر تمام؟ في المسافه اللي ما بين 4 و5 اللي هي كام بقى؟ اللي هي 3 ايه؟ 3 متر. 3 في 3 9 زائد بي 4 اللي هو كام؟ 4 جاما ووتر. سوري زائد بي 4 اللي هو ايه؟ اللي هو 3 جاما ووتر صح؟ يبقى 3 زائد 9 ب 12. ايه تاني؟ تمام. طيب نكمل بقى، حد عايز يسأل تاني؟ دكتور اتفضلي. هي معلش هي ازاي اوكي تمام معلش طيب نكمل بريشر بقى عند ايه بقى؟ بريشر عند 6. الكلام هنعيده تاني كذا مره يعني في خطوات تانيه. بريشر عند 6 بقى، تعال نقول بقى ايه بريشر عند 6 ده بقى ازاي نجيبه؟ ركز بقى، انت عندك بريشر عند 5، احنا عايزين بقى نجيب بريشر عند 6. ممكن اجيب علاقه ما بينهم، يبقى اقول ايه بقى؟ بريشر عند 6 هيساوي بريشر عند 5 صح كده؟ انا طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ طالع لفوق، يبقى البريشر اللي بيحصل له بيقل، يبقى ناقص. ناقص. طب انا همشي فين بقى؟ انا همشي في سال برده 3 برده اللي هو السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بيساوي 3، يبقى نفس الكلام، ناقص 3 جاما ووتر صح كده؟ في المسافة اللي انا همشيها ما بين 5 و 6، ايه المسافة بين 5 و 6؟ 1 متر، وانا بكتبها لكم متر عشان ايه تبقى مميزة، ايه الواحد دوت. كويس كده؟ يطلع في الآخر بريشر عند 5 12 ناقص 3 يعني كام؟ يعني 9 جاما ووتر، يبقى طلع البريشر عند 6 بكام؟ طلع البريشر عند 6 ب 9 جاما ووتر. طب أنا ليه بجيب بقى البريشر عند 6؟ عشان هو في مطلوب تاني في المسألة اللي هو بيقول لي إيه بقى؟ طلع لي الفورس عند إيه بي. عايز الفورس هنا عند اي بي بتساوي كام؟ ايه راحت فين الماوس؟ اهو كويس. انا عايز هنا عايز اعرف الفورس كده، الفورس اللي بيأثر بيه ضغط الهواء على الغطاء بتاع الخزان، الفورس اف دي اي بي قيمتها بتساوي كام؟ طيب احنا خدنا ايه العلاقه ما بين الفورس والايه والبريشر؟ ايه العلاقه ما بين الفورس والبريشر؟ البريشر بتساوي فورس على الاريا. مظبوط. الفورس بيساوي الايه بقى؟ البريشر فين؟ في الاريا. البريشر في الاريا. طب اني بريشر بقى؟ البريشر اللي هو عند اي بي صح؟ اللي هو بريشر عند نقطه كام؟ البريشر اللي عند 7. نقطه 7، شايفين 7 اللي فوق دي؟ اهي 7 اللي هنا دي هي النقطه البريشر هنا دي. طيب يبقى هيساوي بريشر بتاع 7 صح كده؟ في الاريا بتاعت مين بقى؟ اي بي. بريشر بتاع في المساحه اللي بيأثر عليها الضغط اللي هي ايه بقى؟ مساحه اي بي. كويس قوي. طب بريشر عند 7 بكام؟ بريشر عند 7 بكام؟ بريشر عند 7 ايه علاقه بريشر عند 7؟ ايه علاقه البريشر عند 7 ده
بالبريشر عند 6 هو بس لو اهملنا الاوميجا بتاعت الاير الجاما بتاعت الاير مظبوط هو هو ومع اهمال الايه الضغط بتاع الايه بتاع الهواء لان احنا اتفقنا مع بعض ان الضغط هنا بيساوي هنا بيساوي هنا بيساوي هنا بيساوي هنا كل الضغوط اللي في نفس حيز الهواء دوت متساويه حلو قوي يبقى معنى كده ان بريشر عند 7 ده هو بريشر عند 6 اللي احنا لسه كنا جايبين منه من شويه جايبين اللي هو ايه بقى اللي هو 9 جاما ووتر يبقى 9 جاما ووتر مضروب بقى في المساحه اي بي بقى ايه المساحه اي بي مدي لك المساحه اللي بيأثر عليها الضغط اللي هي كام 1 متر اللي فوق دي شايفينها 1 متر يبقى 1 متر مضروبه فين بقى مضروبه فين في اللي جوه طيب اللي جوه البعد اللي جوه البعد اللي جوه دوت يعني ايه افرض ما ادتهولكش تعمل ايه تسيب مساله وتروح لا مش هتعمل كده هنفرضه هنفرض البعد اللي جوه ده ايه بقى 1 متر هنفرض البعد اللي جوه لو نوت جيفن 1 ايه 1 متر كويس يبقى كل اللي انت عليك بقى تضرب 9 جاما ووتر في 1 في 1 تقدر تطلع ايه بقى تقدر تطلع الفورس بيساوي كام تطلع بالايه بقى تطلع بالنيوتن تمام يبقى دي مساله خدناها كويس طبعا الفورس هنتكلم عليه اكتر في الايه في المحاضره اللي جايه انا بس يعني ايه كان بنحاول نحل المساله دي سريعا كده و دكتور اتفضلي هو ليه بي 6 بتساوي بي 5 ناقص 3 جاما ووتر ليه 3 جاما ووتر 3 ده عشان ده السبيسيفيك جرافيتي بتاع السائل اللي انا ماشي فيه معايا يعني تمام. هنا ده 3 وراح فين بيكتب كده 3 شايفه 3 ده 3 دي هي الايه هي ال 3 دي تمام شكرا العام حد عنده بس. اي سؤال تاني قبل ما نسير مثلا ليه يا دكتور بس ايه تاني ليه بي 7 ودي 6 عشان عشان الجامعه بتاعت الاير تقريبا بزيرو وقلنا كذا مره ان البريشر بتاع الهواء في نفس حيز الهواء متساوي تمام طيب دكتور لو سمحت كبيره صح ايه ده يلا يا شباب الاسئله هي هي دكتور لو سمحت لو البي 1 بتساوي البي اتوم مش المفروض البي 7 بتساوي البي اتوم برضه زيها ما اسمهاش اتوم اسمها اتموسفيريك بريشر 3 لا بريشر 3 ده فوقيه هواء وتانك مقفول غير معرض للضغط الجوي ما ينفعش اقول بريشر 7 بريشر 7 بريشر 7 اللي جوه مش اللي بره النقطه الحمراء اللي جوه تمام يا دكتور تمام طيب نكتفي بقى ايه يعني بالمساله دي دلوقتي عشان عايزين بقى ننقل على بقيه المحاضره تعالى بقى نبدا حاجه تانية دكتور معلش سؤال هو انا عادي افرض اي في الاي بي اي طول انا عايزه لا مش عادي لا انا قلنا نفرض البعد اللي جوه 1 متر مش انت لما تيجي تحل مساله ستراكشر بتقول ده طن بير متر ران يعني ايه بقى طن للمتر الطولي يعني احنا جبنا الايه بقى جبنا البريشر في الايه او الفورس اللي مأثره على غطا التانك للايه للمتر الايه للمتر الطولي طيب نكمل بقى مع بعض سامعين كده يا شباب تمام يا دكتور الصوت واضح طيب كويس طيب عايزين نبص بقى على الايه على المحاضره احنا من شويه كده كنا بنشرح المساله ديت دي المحاضره الثانيه اللي هي فلويد ستاتكس بارت 2 كويس شرحنا مساله شبه المساله ديت ودي الحل بتاعها مش هي بالظبط دلوقتي هنتكلم بقى على البريشر ميجرمنتس هنتكلم على الايه البريشر ميجرمنتس ازاي بنقيس الايه الضغط كويس بنقيس الضغط عن طريق الضغط الجوي ازاي بنقيس الضغط الجوي بنقيس الضغط الجوي عن طريق اجهزه من الاجهزه ديت نوع اللي هو الايه بقى الميركوري بارومتر تعال نكتب بس كده عشان ايه تبقوا متابعين معايا نكبر الشاشه كده شويه كويس
هنتكلم دلوقتي على الأجهزة اللي هي بتقيس الضغوط. أول حاجة هو بريشر measurements. كويس. أول نوع هناخده دلوقتي هو إيه بقى؟ نمبر 1 هناخد إيه بقى؟ هناخد البارومتر. البارومتر يعني بالعربي يعني بارومتر، وده الجهاز اللي بقى بيقيس الضغط الايه الضغط الجوي. اول نوع من البارومتر عندنا النوع اللي هو ايه بقى، اللي هو الميركوري بارومتر. الميركوري بارومتر اللي هو الجهاز اللي بيقيس ضغط الجو باستخدام الزئبق. ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن ان انا بجيب انبوبه مليانه زئبق، وبعدين بقلب الايه بقى، بقلب الانبوبه المليانه زئبق دوت في حوض مليان زئبق. اهو ده حوض اهو مليان زئبق. كويس. انبوبه ارتفاعها متر، وبروح قلبها في حوض فيه زئبق، فبلاقي في الاخر ان الزئبق اتزن مع الضغط الجوي على ارتفاع 76 سنتي. كويس. ده حوض فيه زئبق. كويس. كل ده زئبق. كويس. واللي هنا دوت ده الفيبر بريشر، ده الفيبر بريشر بتاع الايه بقى، فيبر بريشر بتاع الميركوري. كويس. طيب ايه اللي مأثر على السطح ده من هنا؟ ايه اللي مأثر على السطح ده؟ مأثر على السطح دوت هو الضغط الايه بقى، الضغط الجوي. تمام. فلو انت جيت هنا بقى خدت يعني ايه ايكوي بوتنشال لاين مثلا، النقطتين دول هما الاثنين في نفس الايه بقى، في نفس المستوى، النقطه دي واحد والنقطه دي اثنين. كويس. وقلت ايه بقى، وقلت البريشر عند واحد بيساوي البريشر عند اثنين. بريشر عند واحد ده بيساوي بي اتموسفيريك. كويس. بريشر اتنين ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي الفيبر بريشر بتاع الميركوري، بتاع الميركوري اتش جي. كويس. زائد ايه بقى؟ زائد جاما ميركوري. جاما ميركوري. كويس. مضروب في ايه بقى؟ في الارتفاع اللي هو ايه بقى، 76 سنتي او 0.76 ايه بقى متر. كويس. الفيبر بريشر بتاع الميركوري ده ممكن تهمله، ففي الاخر هيطلع لك ان بي اتموسفيريك، بي اتموسفيريك بيساوي ايه بقى، بيساوي 76 سنتيمتر زئبق، يعني 0.76 في ايه بقى، في جاما ووتر. صح كده. في ايه بقى، في 13.6 من ايه، 13.6. فيطلع الرقم ده معاك بيساوي كام بقى؟ يطلع الرقم ده بيساوي 101.3. لو تفتكر الرقم اللي احنا قعدنا نتكلم عليه المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت، 101.3 نيوتن على المتر ايه، المتر المربع او ايه، او باسكال. كويس. فزي ما انت شايف كده في الايه، في السلايد اللي انت شايفها دي، هي اتش بتساوي 76 سنتيمتر زئبق، وممكن تهمل الايه، الضغط بتاع ايه، الضغط بتاع الفيبر بريشر بتاع الميركوري. تمام. ده اول نوع من انواع الاجهزه الايه، الضغط الجوي. ولو جيت عوضت يطلع 100.3 اهو كيلو باسكال. طيب نوع تاني بقى من اجهزه الضغط الجوي. اتفضلي. هو مش مفروض البي اتموسفير المفروض ان هي تكون بالقيمه بتاعتها، لان هي بره مش جوه. بي اتموسفيرك اللي هو هنا انا عايز اعرفها هي بكام. فانا عن طريق ان انا سويت الضغط عند واحد بالضغط عند اثنين، واهملت الضغط بتاع الفيبر بريشر بتاع الميركوري، قدرت احصل على قيمه البي اتموسفيرك بتساوي كام. بس هي مش فوقيها حاجه، يعني هي بوينت 2 بس هي اللي فوقيها. انا فاهم، بس ايه اللي مأثر على واحد؟ اللي مأثر على واحد الضغط الجوي. ايه اللي مأثر على اثنين؟ عمود الزئبق ده زاد الفيبر بريشر بتاع الميركوري. كويس. يعني هي جت بالريليشنز اللي ما بينهم. ايوه. فانا سويت الضغط عند واحد بالضغط عند اثنين، فقدرت احصل على قيمه الضغط الجوي، قيمتها بتساوي كام. ده اول جهاز اللي بيقيس الايه، الضغط الجوي. طيب جهاز تاني برضو، بارومتر برضو، نوع تاني من البارومتر بيقيس الضغط الجوي، نمره بي. كويس. وهو ايه بقى، وهو حاجه اسمها الانيرويد، الانيرويد بارومتر. كويس. وده اللي انتوا شفتوا السكتش بتاعه او الدياجرام بتاعه هنا دوت. طيب انا هشرحه كده ايه بطريقه تانية، يعني هرسمه، هدي رسمه تانية ايه يعني اسهل شويه من الرسمه اللي انتوا شايفينها ديت. ده عباره عن ان انا بجيب اسطوانه كده، اسطوانه. كويس. وافرغها من الايه، من الضغط، وبحط هنا بقى ايه، بقفلها
بايه؟ بديافرام كده، يعني زي استك كده او ممبرين او طبقه كده معينه، ما تخرجش ما تدخلش الضغط الجوي على الاسطوانه المفرغه هنا دوت. evacuated سيلندر، يعني اسطوانه مفرغه كويس. والاسطوانه المفرغه دي هنعرضها للايه بقى؟ للضغط الجوي كويس. وبعدين هجيب كده بقى ايه زي سكيل كده، هجيب زي سكيل او ايه عداد يعني عشان يقيس يعني كويس. ادي عداد اهو، هنا ادي الشرط بتاعته كويس. العداد ده بقى هيبقى ايه فايدته او ايه لازمته؟ العداد ده عشان يقيس فرق الضغط، يعني هنقيس فرق الضغط بريشر بتاع اللي هو السكيل ده. هيعمل ايه بقى؟ هيقيس فرق الضغط ما بين الضغط اللي بره اللي هو البي اتموسفيريك كويس، بي اتموسفيريك ناقص الايه بقى؟ البي بتاع الايفاكيويتد سيلندر، البي بتاع الايفاكيويتد ايه سيلندر. طيب اذا كان البي بتاع الايفاكيويتد سيلندر دوت تقريبا بايه؟ تقريبا بزيرو، او بيساوي البي ابسولوت بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. يعني في الاخر العداد دوت، العداد اللي هنا دوت هيقيس لي ايه؟ هيقيس لي البي اتموسفيريك. يعني ده جهاز تاني فايدته بس ان هو ايه؟ يقيس الضغط الجوي. وده سكتش ليه كده خفيف، وفي المحاضره هنا اهي او في السلايد اهي بيقول لك يعني ده يعني مدولك بقى بطريقه ايه يعني يعني مظبوطه شويه. نفس الكلام برضو هنا evacuated cylinder، وده ادي السكيل ودي بوينتر، وبيقول لك ان هو بيقيس فرق الضغط ما بين اللوكال اتموسفيريك بريشر وايه evacuated ايه ميتال تشامبر كويس. ده كل اللي خدناه لغايه دلوقتي، ده اجهزه بتقيس الضغط الايه الجوي. طيب هنخش بعد كده على جهاز بقى بيقيس فرق الضغط، او بيقيس ايه بقى حاجه بيقيس الجيج بريشر. احنا كده خدنا البارومتر اللي هو بيقيس الضغط الجوي، هنخش بعد كده على نمره 2، هنخش بعد كده على نمره 2 وهي اجهزه بتقيس الضغط بتاع مثلا تانك، او بتقيس فرق الضغط الزايد عن الضغط الجوي. هناخد حاجه اسمها ايه بقى؟ جيج انسترومنتس، اجهزه بتقيس الايه بقى؟ بتقيس فرق الضغوط كويس. زي الجهاز اللي انتوا شفتوه ده من شويه، اللي هو النوع بتاعه بقى او نوع منه اسمه ايه بقى؟ اسمه البوردون. البوردون ايه؟ البوردون جيج كويس. ده العداد اللي انت مثلا لما تكون مثلا في البنزينه وتطلب منه، تطلب من الراجل العجلاتي ان هو يظبط لك العجل على مثلا على 30. طيب حد فكر ايه 30 دي؟ 30 ايه؟ لو تركز كده وتبص على العداد تلاقي مكتوب ايه؟ 30 بي اس اي، 30 او هنا مكتوب عليه بي اس اي. يعني ايه بي اس اي؟ بي اس اي هي اختصار اليونتس بتاعت باوندز بير انش سكويرد. يعني بدل ما نكتب باوندز بير سكوير انش كويس، هما بيختصروها لايه بقى؟ بيحبوا الانجليزي يختصروا الحاجه. ادي بي وادي اس وادي اي، ويقول لك ايه بقى؟ بي اس اي، يعني باوندز بير ايه؟ بير سكوير انش. تمام. طيب الجهاز ده بيعمل ايه بقى؟ الجهاز ده هو عباره عن عداد كده، اهو عداد كده، وهنا في مؤشر. الجهاز ده بيقيس فرق الضغط ما بين اللي جوه واللي بره. يعني لو عندي مثلا تانك كده، مثلا زي ده تانك اهو كويس، ده تانك ومليان مثلا ميه ولا حاجه، بيعمل لي ضغط، والارتفاع ده مثلا اتش ولا حاجه كويس. النقطه دي مثلا اسمها 1 كويس، والنقطه دي اسمها 2، او انا هسمي دي بقى ده بريشر ان، وده بريشر ايه بقى؟ وده البريشر اوت كويس. العداد ده هيعمل ايه؟ العداد ده البريشر بتاع الجيج، البريشر بتاع الجيج العداد دوت هو عباره عن ان هو التعريف بتاعه ان هو بيقيس فرق الضغط ما بين اللي جوه واللي بره، بي ان ماينس بي اوت كويس كام. طيب البريشر اللي جوه كام؟ البريشر اللي جوه هنا مأثر عليه ايه؟ هنا مأثر على ده بي اتموسفيريك مظبوط. طيب البريشر اللي جوه عباره عن ايه بقى؟
هو عبارة عن P atmospheric صح كده زائد جاما بتاع السائل ده مضروبة في H صح كده ناقص P out. مين P out؟ مين اللي بيأثر على العداد ده من بره؟ بيأثر على العداد ده من بره برضو P atmospheric. يبقى ناقص ايه بقى؟ ناقص P atmospheric. كويس؟ ويحصل ايه؟ يحصل الناقص P atmospheric تروح مع زائد P atmospheric ويطلع لك في الاخر ان P gauge ده بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جاما H. يبقى العداد ده لازمته ايه؟ او الجيج سيستم او البوردون جيج دوت بيعمل ايه؟ بيقيس الضغط الزايد عن الضغط الجوي، بيقيس من التعريف بتاعه بيقيس الضغط اللي جوه ناقص الضغط اللي بره. تمام؟ فلو رحنا كده للسلايد برضه عشان ناكد على الكلام دوت اهو، ده البوردون جيج اللي انتوا شايفينه، ده بوردون جيج ميجرز ذا ديفرنس بتوين ذا بريشر انسايد اند اوتسايد ذا ايه؟ اوتسايد ذا تيوب. طيب لغايه كده حد عنده اي سؤال؟ اعتقد يعني موضوع سهل بس شويه نظري كده بس يعني ايه يعني كلام كله ايه كلام كله بسيط. طيب هنخش بعد كده بقى على اجهزه تانية بقى، اجهزه تانية برضو بتقيس الايه، اجهزه تانية برضو بتقيس الضغط. هنخش على حاجه اسمها ايه بقى؟ بيزومتر. نخش على حاجه اسمها بيزومتر، ده برضو ده برضو جهاز تاني بيقيس الايه، بيقيس الضغط. ننزل تحت كده، يعني خدنا دلوقتي نمره فوق البارومتر بيقيس الضغط الجوي دلوقتي، وبعدين خدنا البوردون جيج ده بيقيس فرق الضغط او الضغط الزايد عن الضغط الايه الجوي. طيب نمره 3، تعال نكتبها 3 يعني، هناخد دلوقتي حاجه اسمها البيزومتر، هناخد حاجه اسمها بيزومتر. كويس. ايه بقى البيزومتر دوت؟ سي ان انت عندك وليكن كده عندك ادي ماسوره، ماسوره ايه؟ كويس. والماسوره دي ماشي فيها ميه، والميه دي ماشيه بسرعه، فيها حركه كده وماشيه ايه بسرعه في الاتجاه دوت. والماسوره دي ايه بقى؟ والماسوره دي مضغوطه. طيب ورحت انت جاي عامل ايه بقى؟ رحت انت جاي هنا عامل فتحه في المكان ده، رحت انت جاي عامل هنا فتحه، ايه اللي هيحصل؟ الميه ايه هتخرج كده وتعمل نافوره صح؟ طب لو انا جيت عملت حاجه، جيت رحت مركب فوق الفتحه دي انبوبه كده، ايه بقى؟ انبوبه رفيعه كده طويله قوي، ايه اللي هيحصل؟ الميه هتخرج من الماسوره الكبيره دي وهتمشي في الانبوبه الرفيعه دي وهتفضل تطلع 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 تطلع، بس مش هتطلع من النهايه اكيد صح؟ طيب هتطلع لغايه لما يجي عليها مستوى خلاص لازم ايه هتقف، هيتقطع نفسها مش تقدرش تطلع اكتر من كده. طيب تعالى نسمي المسافه دي من اول النقطه دي لغايه الارتفاع ده، تعالى نسمي المسافه دي كده h. ال h ده بيعبر عن ايه؟ ال h ده بيعبر عن ايه؟ او لو قلتها بطريقه تانية، افرض الماسوره دي زودت عليها الضغط، ايه اللي هيحصل للارتفاع h؟ ايه اللي هيحصل للارتفاع h؟ هيزيد بالظبط كده، حلو قوي. يبقى الارتفاع h ده بيعبر عن ايه بقى؟ بيعبر عن بالظبط، بيعبر عن الضغط جوه الايه، جوه الماسوره. كل لما الضغط جوه الماسوره ده يزيد، كل ما الارتفاع ده ايه اللي يحصل له بقى؟ كل ما الارتفاع ده ايه بقى؟ يزيد. كويس كده. طيب لو كان ده السائل ده هنا ده ووتر، لو كان السائل ده هنا ووتر، يا ممكن تقول لي كده البريشر عند واحد ده بيساوي كام؟ البريشر عند واحد بيساوي كام؟ البريشر عند واحد هنا في الحاله دي هيساوي جاما ووتر في ايه؟ فيتش. جاما ووتر في ايه؟ فيتش. تمام. انت قلت لنا المره اللي فاتت ما ينفعش نطبق قوانين الايه الهيدروستاتكس غير لو كان، غير لو كان احنا بنتكلم على سوائل ساكنه. طب ما هنا في حركه، مش دي هنا في حركه؟ مش دي كل دي ميه تتحرك؟ هي ميه بتتحرك فعلا، ولكن لما انا هجيب الضغط او هحسب الضغط عمودي على اتجاه حركه الماسوره، من حقي ان انا اطبق قوانين الهيدروستاتكس. يعني رغم ان هنا برضو في حركه، ولكن انا دلوقتي بطبق عمودي على اتجاه الحركه، فمن حقي ان انا اطبق قوانين هيدروستاتكس عمودي على حركه الميه في المكان ده، واقول ان البريشر عند نقطه واحد بيساوي ايه بقى؟ بيساوي جاما ووتر في ايه؟ جاما ووتر في اتش. تمام. ده اللي احنا بنقول عليه ايه بقى؟ بيزومتر. طيب انا عايز اعمل حاجه برضو عشان اتفضلي، حد عنده سؤال دكتور؟ اتفضلي. هي انت تبقى بزيرو، مين اللي بزيرو؟ البي واحد.
لما تكون معرضه للضغط الجوي. يعني نقطه زي مثلا سي مثلا عندك وليكن هنا مثلا نرسم هنا كده ولا حاجه، ادي تانك اهو، تانك اهو، ودي نقطه على الايه، على السطح، نقطه على السطح يعني معرضه للايه بقى، للضغط الجوي كويس. ودي نقطه مثلا تعالى نسميها 2، بريشر عند 2 بيساوي كام؟ بريشر عند 2 بيساوي 0 اوكي، لان انت كده شغاله بنظام جيج سيستم. لو شغاله بنظام ابسولوت سيستم ساعتها بريشر عند 2 بيساوي بي اتموسفيريك. احنا اتفقنا هنحل المسائل بتاعتنا كلها بنظام الجيج سيستم، يعني هنهمل الضغط الجوي ونعتبر ان البريشر على البريشر بتاع اتموسفيريك بيساوي ايه بقى، بيساوي 0. طب امتى احسب البي اتموسفيريك؟ احسب بي اتموسفيريك لما يقول لي احسب البريشر بالابسولوت. الاحسن ساعتها نحل المساله كلها بالجيج ونيجي في اخر خطوه نجمع الضغط الجوي ونطلع البريشر بالايه بقى، بالابسولوت. طيب دلوقتي ادي ماسوره وادي طالع منها انبوبه بالشكل دوت، ودلوقتي هعمل مقطع كده سيكشن اي اي، هعمل مقطع كده سيكشن اي اي، عايزين نشوف ده هيطلع شكله عامل ازاي. الماسوره دي ده اسطوانه، اسطوانه لما نبص لها من الجنب كده تبقى ايه، هتبقى دايره كويس. طيب والانبوبه دي برضو اسطوانه، لما نبص لها من الجنب كده هتطلع ايه بقى، هتطلع برضو ايه، مستطيل او خطين بهذا الشكل. تمام، ليه بعمل لك كده؟ عشان هتشوف دي في المسائل، مش شرط تشوف اللي على الشمال دي في المسائل. طيب طبعا الارتفاع ده على نفس الارتفاع نسقطه كده فيطلع هنا اهو. تمام، ادي النقطه دي اللي هي ايه بقى، اللي هي واحد، وادي الارتفاع ده اللي هو ايه بقى، اللي هو اتش. يبقى انا لما اكون عايز اجيب، عايز اكون عايز اجيب البريشر عند نقطه واحد، بقول بريشر عند نقطه واحد هيساوي ايه بقى، هيساوي جاما في بقى في الارتفاع ده اللي هو ايه، اللي هو اتش. تمام، طيب عايزين نشوف ايه بقى العيوب بتاعت البيزومترز، ايه الليميتيشنز بتاعته، ايه المحددات بتاعته، هل هو يقدر يقيس اي ضغط؟ تعال نفكر كده مع بعض، تعال نفكر كده مع بعض. افرض مثلا، افرض وليكن يعني الضغط بتاع نقطه واحد ده كبير جدا، يعني ايه اللي هيحصل لو الضغط بتاع نقطه واحد ده كبير جدا؟ ساعتها هحتاج ارتفاع كبير جدا اتش عشان اقدر اقيس الضغط عند النقطه ديت. يعني ايه بقى، ساعتها ممكن اكون محتاج مثلا ماسوره 10 متر ولا حاجه، ماسوره 10 متر ده حاجه يعني ايه، غير عمليه، نوت براكتيكال. فبالتالي يعني ايه البيزومتر، يعني من اول عيوب من عيوبه ان هو ايه بقى، ما يقدرش يقيس هاي بريشرز، كانوت مثلا ميجر كويس هاي بريشرز، هاي بريشر ما يقدرش يقيس هاي بريشر عشان يعني ايه، محتاج ساعتها انبوبه ارتفاعها كبير جدا. طيب تفتكر ايه تاني عيوب من عيوب البيزومتر؟ تعال نفرض كده مثلا البريشر على نقطه واحد ده ما هواش بالبوزيتيف، افرض البريشر على نقطه واحد ده بريشر بالنيجاتيف، ما ينفعش ساعتها ان انا اجيب الماسوره اركبها لفوق، لان في الحاله دي الايه، الميه مش هتطلع لايه، الميه مش هتطلع لفوق. دكتور هو ازاي البريشر يكون نيجاتيف؟ البريشر يكون نيجاتيف مثلا لما افرغ الضغط من الماسوره، هنشوف الكلام ده كمان شويه، بس يعني ايه، تعالى ايه مثلا اقولها لك كده بسرعه، بس مش عارف هتقدري تفهمي مني ولا لا. مثلا وليكن عندك تانك كده كويس، وبعدين ادي التانك اهو، وبعدين بعد كده ايه اللي حصل بقى، ادي ركبت كده انبوبه كده بالشكل ده كده، طلع لفوق كده حلو. طيب وهقفل ده بس عشان ايه، ما اقولش ان ايه، ان احنا في ميه خارجه ولا حاجه، وكل ده مليان ايه، مليان ميه. البريشر هنا دوت، البريشر هنا دوت كويس، ده اللي هو ايه، بي اتموسفيريك اللي احنا ايه بقى بنهمله او بنعتبره ايه، بزيرو. جيت هنا بقى رحت عامله ايه بقى، رحت واخده خط كده، رحت واخده خط في المكان ده كده حلو. طيب وعايزه تحسبي البريشر هنا، هتطلعي بقى من هنا. يبقى لو قلنا النقطه دي واحد
والنقطه دي بي اتموسفيرك، بريشر عند واحد هيساوي كام بقى؟ بريشر عند واحد هيساوي البريشر اللي هو بتاع البي اتموسفيرك مظبوط، وبعدين هطلع لفوق، هطلع لفوق كويس، ناقص جاما ووتر في ايه بقى؟ ناقص جاما ووتر في ايه؟ في اتش صح. طيب لو ده بزيرو، لو ده بيساوي زيرو، يبقى بريشر عند واحد ده بايه؟ بريشر عند واحد ده بالنيجاتيف. يبقى كان نقطه واحد دي عماله تشفط، عماله تسحب صح كده، زي المكنسه في الكهرباء بتسحب، بتسحب الايه؟ بتسحب ال بتسحب الحاجات من على الارض كويس، جواها ضغط بالايه؟ بالنيجاتيف، عشان كده هي بتشفط، او جبتي حقنه كده وبت ايه بترجعيها لورا، فانت بتشفطي الايه؟ بتسحبي مثلا الماده ولا حاجه، فساعتها البريشر جواها بالايه؟ بالنيجاتيف، عشان كده هي قدرت تسحب الايه؟ الميه، او قدرت تسحب الماده اللي انت بايه بتسحبيها كويس. طيب يبقى من ضمن تمام كده مفهوم كده. يبقى نمره بي كانوت صح ميجر ايه؟ نيجاتيف بريشرز مظبوط. طيب ده الايه؟ ده كده الايه؟ البيزومتر. قبل بس ما ايه ما اديكوا بريك قبل يعني خمس دقايق كده، هنتكلم على موضوع تاني كويس، وهو ايه بقى؟ اللي هو المانومتر. موضوع تاني بس يعني ايه هنتكلم عليه سريعا كده، نمره أربعة الايه؟ المانومتر. طيب دلوقتي انا لقيت وجدت في البيزومتر ده بعض العيوب، وجدت في البيزومتر ده بعض الايه؟ بعض العيوب، وهي ايه؟ ان هو مش قادر يقيس ضغوط عاليه، مش قادر يقيس نيجاتيف ايه؟ مش قادر يقيس نيجاتيف بريشر. يبقى الجهاز دوت عنده عيوب. طيب يبقى لازم ندور على وسيله ثانيه ان انا اقيس الضغوط العاليه، عايز اجيب وسيله ثانيه انها تقيس ايه بقى؟ النيجاتيف بريشر. فمن هنا جت فكره الايه بقى؟ المانومتر. طيب البيزومتر اللي احنا شفناه هنا ده كان عباره عن ان انا بستخدم انبوبه ومن نفس نوع السائل اللي ماشي اللي هو الميه، بستخدم الميه دي في انها تطلع لفوق فين بقى؟ في الانبوبه اللي فوق. المانومتر بقى حاجه تانية. المانومتر بقى هنعمل ايه بقى؟ لا ده هستخدم ماده تانية غير الايه؟ غير السائل الايه اللي ماشي. فلو السائل دي الماسوره اللي انا قطعت فيها دي اللي هي اللي فوق زي اللي فوق دي، هاجي اعمل ايه بقى؟ هاجي اركب لها كده، هاجي اركب لها كده انبوبه كده على شكل حرف يو، انبوبه كده اهو على شكل حرف ايه؟ يو اهو خلاص. طيب ادي الميه ده ووتر، هاجي مثلا احط هنا ماده بقى ايه بقى؟ الضغط عالي جدا، فهاجي ايه بقى؟ هجيب سائل تقيل، هجيب سائل تقيل، سائل تقيل مثلا زي الايه؟ زي الزئبق كويس، واحط السائل التقيل ده جوه الايه؟ جوه الانبوبه دي. يبقى ده اتش جي، اتش جي ده اللي هو ايه؟ زئبق كويس. الزئبق ده عمل ايه بقى؟ لو بدل ما يخلي الميه تطلع لارتفاعات عاليه قوي 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 كويس، عمل ايه بقى؟ خلى الزئبق بدل ما يطلع لارتفاع عالي منه سائل تقيل، هد الايه؟ هد الضغط بتاع الميه. الزئبق 13 مره و6 من 10 قد الايه؟ قد الايه؟ قد الميه، لان انت عارف ان السبيسيفيك جرافيتي صح بتاع الزئبق بيساوي 13 و6 من 10 صح؟ 13 وايه؟ و6 من 10. فبالتالي الزئبق اتقل من الميه 13 و6 من 10 مره، فبدل ما ده هيطلع ارتفاع مثلا 10 متر ده يطلع مثلا 70 سنتي ولا حاجه. ولذلك لما تيجي تقيس الضغط الجوي، لما جينا هنا فوق من شويه وقلنا الضغط الجوي، جبت ايه بقى؟ جبت حوض فيه زئبق، وجبت ايه؟ انبوبه فيها زئبق. لو جبت ميه بدل ما ده يطلع 76 سنتي زئبق، لا ده في الميه بيطلع كام بقى؟ 10.3 متر ايه؟ متر ووتر، متر ميه كويس. الضغط الجوي بيساوي 10.3 10.3 متر ايه؟ متر ميه كويس. فطبعا مش لوجيك 10.3 دي، يعني عندك 3 ادوار، الدور 3 متر، فاضرب في ايه؟ في 3، يبقى عندك يعني ايه؟ تخيل كده عايز ماسوره طولها 3 ادوار وتقلبها في حوض فيه ميه عشان تقيس الايه؟ الضغط الايه؟ الجوي. عايز بقى سلالم بقى وايه؟ نشوف الايه؟ الميه وصلت لمنسوب ايه؟ طبعا ايه؟ حاجه نوت براكتيكال، حاجه مش عمليه خالص.
ولذلك بنستعيد عن الكلام ده ان احنا نجيب ايه بقى ماده تانية تقيله زي الزئبق عشان تهد الايه الضغط بتاع السائل في ارتفاع صغير ينفع اقراه فيديني الايه يديني المسافه دي. فلو حصل مثلا ان احنا عايزين نجيب الضغط بتاع النقطه ايه تعال نسمي دي نقطه ايه كويس نقطه ايه وهروح جاي واخد خط كده واسمي النقطه دي مثلا واحد والنقطه دي ايه بقى اتنين كويس هقول ايه بقى هقول بريشر عند واحد كويس بيساوي البريشر عند ايه عند اتنين وتعالى نفترض ان المسافه دي كده بس عشان ايه نعرف نحلها المسافه دي مديها لك وبيقول لك المسافه دي مثلا واي كويس بريشر عند واحد يساوي بريشر عند ايه اتنين وانت مطلوب منك انك تطلع البريشر عند ايه الضغط جوه الماسوره قيمته بتساوي كام هتقول بريشر عند واحد يساوي بريشر عند اتنين بريشر عند واحد عباره عن ايه بقى بريشر عند واحد عباره عن بي اي صح نقطة ايه يعني زائد انت هنا ده ايه السائل اللي جوه دوت السائل اللي جوه ده ووتر كويس يبقى بي ايه زائد جاما ووتر في مين في المسافة اللي هي واي صح كده هيساوي بريشر عند اتنين اللي هو ايه بقى اللي هو بيساوي جاما ميركري جاما ميركري مضروبة فين بقى مضروبة في ايه في اتش طيب انت هيبقى عندك الاتش هيبقى عندك الجاما ميركري هيبقى عندك الواي 9810 اللي هي جاما ووتر تقدر من هنا تطلع ايه بقى تقدر تطلع بي اي بكام يبقى انت هتستخدم ساعتها الجهاز اللي هو المانومتر دوت عشان تقيس الضغط بتاع الميه جوه الماسوره قيمته كام استخدمت نوع تاني من السوائل مش نفس نوع ماده الماده اللي ماشيه جوه الايه جوه الماسوره عشان تقدر ان انت تقيس المسافه دي ايه بسهوله وتحسب البريشر بتاع ايه بيساوي كام يبقى اول نوع اللي انت شايفه من المانومتر دوت اللي احنا دلوقتي اتكلمنا عنه ده اسمه نوع اسمه السيمبل مانومتر ده اللي كنا بنقوله من شويه النوع ده اول نوع بنتكلم عليه دلوقتي كان اسمه ايه بقى السيمبل مانومتر لان لسه فيه برضو ايه انواع تانية هنتكلم عنها بعد الايه بعد البريك كويس وده السلايد ودي السلايد اللي هي ايه اللي بتوضح هنا ايه الفرق ما بين البيزومتر والمانومتر ده تانك هو مليان ايه بقى مليان مثلا ميه او فلويد او حاجه ولما تركب الانبوبه اللي فوق دي او الانبوبه اللي على اليمين او اللي على اليمين خالص ديت ده كده بيجيب لك ايه بيجيب لك الضغط بتاع السائل بس باستخدام نفس نوع ماده الايه الماسوره ده ماده السائل الايه اللي جوه التانك اما هنا استخدمنا مثلا سائل تاني مثلا نوع تاني عشان اقدر احسب الايه احسب الضغط يبقى البيزومتر ده بيقول لك اتس ا سمبل تايب اوف مانومتر هو شبه المانومتر فعلا بس بيقيس البريشر باستخدام ايه بقى باستخدام نفس الماده دي بيشوف هو بس الميه او الايه او الليكويد ده طلع لغايه ارتفاع كام تمام حد عنده اي سؤال سامعين يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب ناخد بريك كده خمس دقايق ونرجع تاني.
طيب نرجع تاني بقى للمحاضرة. اتأكد بس الأول الصوت باين والشاشة باينة. تمام يا دكتور. ما حضرتك. أيوه باين يا دكتور. طيب ممتاز. ممتاز. طيب دلوقتي هنتكلم على بقية أنواع المانومتر. أول نوع احنا خدناه اللي هو الإيه اللي هو السيمبل مانومتر. والسيمبل مانومتر دوت ممكن يقيس ضغوط بالبوزيتيف وممكن برضو يقيس ضغوط بالنيجاتيف. يعني هنا البريشر لما يكون شديد بيزق الميركري زي ما انت شايف كده ويطلع ايه لفوق. لما يكون الضغط بالنيجاتيف ايه بقى ايه اللي هيحصل؟ ان دوت هينزل لتحت شويه فالبريشر عند ايه ده هيطلع بالايه هيطلع بالنيجاتيف. فده اول نوع احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو الايه السيمبل مانومتر. طيب النوع الثاني بقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي اسمه ايه بقى؟ اسمه الديفرنشال مانومتر. ايه الفرق بين السيمبل مانومتر والديفرنشال مانومتر؟ السيمبل مانومتر بيجيب لي الضغط عند نقطه ايه بالظبط كام، بيجيب لي الضغط عند نقطه ايه قيمتها القيمه بتاعتها الماجنيتيود بتاعتها بيساوي كام. لكن الديفرنشال مانومتر ما بيجيبش ضغط ايه ولا بيجيب ضغط بي، لكن بيجيب فرق الضغط ما بين الماسوره البريشر بتاع ايه والبريشر بتاع بي، فرق الضغط بينهم كام. كويس. فاول نوع من انواع الديفرنشال مانومتر في نوعين منهم. في نوع هنسميه بنسميه يوتيوب مانومتر اللي هو الشكل اللي انت شايفه دوت على شكل حرف يو بالشكل ده. وفي نوع تاني من المانومتر اسمه انفيرتد يوتيوب مانومتر اللي هو عباره عن يوتيوب برضو بس بدل ما هي يو عدله لا يو مقلوبه، يعني هنا حرف يو مقلوب هنا حرف يو ايه بقى حرف يو عدل. كويس. طيب تعالى على الايه على البينت اللي احنا كنا شغالين كده نكمل. احنا قلنا السيمبل مانومتر اللي هو النوع الايه الاولاني. في نوع تاني بقى، في نوع تاني من المانومتر. كويس اهو. ننزل بس لتحت شويه كمان. الشاشه كده خلصت كده ننزلها كمان. كويس. طيب ناخد نوع تاني بقى، ناخد نوع تاني بي، وهو ايه بقى؟ وهو الديفرنشال مانومتر. ده جاي من كلمة ديفرنس. ديفرنشال مانومتر. كويس. وده منه نوعين، يعني ممكن نقول حتى ايه منه نوع، منه نوع اللي هو اليوتيوب. كويس. ونوع تاني اللي هو الايه انفيرتد يوتيوب، يعني يوتيوب ايه بقى؟ يوتيوب مقلوب. طيب بص كده معايا، هرسم انا كده ايه بقى، هرسم انا ماسوره كده دايره عباره عن دايره كده. كويس. وبعدين اعمل حرف يو كده اهو بالشكل ده كده، وادي ماسوره ايه. وهنا برضو نفس الكلام، نفس الايه ماسوره هي هي اهي، والمصورة التانية برضو، بس المرة دي بقى هعمل ايه بقى؟ هعمل انبوبة حرف يو كده. كويس. اهو حرف يو كده مقلوب. كويس. ادي النقطة دي ايه وادي النقطة دي بي. كويس. نفس الكلام ده ايه وده ايه بقى وده بي. هما الماسورتين دول ماشي فيهم ميه، A و B دول ماشي فيهم ميه، A و B اللي فوق برضو ماشي فيهم ايه بقى ميه. طيب لو في عندي فرق ضغط ما بين A و B هروح جاي حاطط ايه بقى؟ هروح جاي حاطط هنا ايه بقى ماده معينه مثلا كده اهو بالشكل ده كده. لو دي مثلا وليكن ميه ووتر، ودي اهي برضو ايه ووتر، تفتكر ايه نوع الماده اللي انا احطها هنا عشان خاطر اجيب فرق الضغط ما بين A و B؟ لازم تكون الماده دي ايه علاقتها بالميه، ايه علاقه الكثافه بتاعت الماده دي بالماده بتاعت الميه؟ لازم تكون ما تمتزجش بيها، ده واحد. نمره اتنين لازم تكون ماده ايه، ماده تقيله. ماده تقيله زي ايه مثلا؟ زي الزئبق. كويس. طيب هنا بقى عندي برضو هنا برضو مية ووتر، وعندي هنا برضو ايه في مية. وجيت هنا حطيت ما بين الاتنين حطيت مادة كده معينة عشان اجيب فرق الضغط ما بين A و B.
تفتكر نوع ماده نوع ماده الماده دي اللي جوه المانومتر دوت ايه علاقتها هنا بقى بالايه بالميه؟ لازم تكون اخف منها. لازم تكون اخف منها. ايوه لازم تكون اخف منها وما تلزقش بيها. يعني حاجه زي ايه مثلا؟ حاجه زي اكزامبل زي الزيت الاويل او مثلا اور مثلا الكحول. كل دي مواد خفيفه تقدر تعوم على وش الميه وايه وهي اخف منين بقى؟ وهي اخف من الميه. كويس. طيب سؤال بقى. ده اللي فوق ده اللي اسمه اليوتيوب مانومتر. اللي تحت ده اللي اسمه ايه بقى؟ الانفيرتد يوتيوب مانومتر. تمام. طيب سؤال بقى، امتى استخدم الجهاز اللي فوق بالايه بالزبق اللي فيه، وامتى استخدم الجهاز اللي تحت بالكحول اللي فيه؟ يعني امتى استخدم الزبق وامتى استخدم الكحول عشان اجيب فرق ضغط ما بين A و A و B؟ هادي لو فرق الضغط كبير. ايوه لو فرق الضغط ايه كبير. لو فرق الضغط ما بين الماسوره A والماسوره B كبير جدا، انا يعني ساعتها عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب ماده تقيله عشان تهد فرق الضغط دوت وتطلعها لي في مسافه H، اعرف ايه؟ اعرف اقراها. مظبوط. يبقى لو يكون فرق الضغط ما بين A و B كبير، بجيب ماده تقيله عشان اعمل اليوتيوب مانومتر بالشكل ده عشان خاطر ايه بقى؟ عشان خاطر اقيس فرق الضغط ما بين A و B قد ايه. طيب تعال نقولها بالعكس بقى، انت استخدم بقى تفتكر الايه الجهاز دوت اللي هو الكحول. لو كان لو كان فرق الضغط ايه، لو كان فرق الضغط صغير صغير صح. طيب تفتكر لو كان فرق الضغط ما بين A و B صغير جدا وجبت زيبق، ايه اللي هيحصل؟ مش هيبقى فيه قرايه، هيبقى هما الاثنين في نفس المستوى، مش هعرف اقرا. طب اعمل ايه عشان خاطر اعرف اقرا المسافه دي وتبقى الايه القياسات بتاعتي القياسات بتاعتي تكون يعني ايه دقيقه؟ اجيب ماده خفيفه زي الايه زي الزيت، وبعدين احطها في الايه في المانومتر دوت. فلما اجيب ماده خفيفه تديني رايه كبيره او تكبر لي فرق الضغط دوت في قيمه كبيره للاتش، اعرف اقيسها وبالتالي الحسابات بتاعتي او القياسات بتاعتي تطلع ايه؟ تطلع سليمه. يبقى لما يكون عندي فرق الضغط ما بين A و B صغير جدا، يكاد يكون معدوم او حاجه صغيره جدا، في الحاله دي بجيب ايه بقى؟ بجيب بستخدم الانفيرتد يوتيوب مانومتر. اما لما يكون فرق الضغط ما بين A و B كبير جدا، ساعتها احتاج مواسير طويله او حاجه، لا بجيب في الحاله دي ايه بقى؟ بجيب في الحاله دي زيبق عشان يهد لي فرق الضغط ما بينهم، وساعتها بقيس المسافه دي H واقدر اجيب فرق الضغط ما بين A و B بكام. كويس. ودي السلايد اللي هي بتتكلم على الكلام دوت. ده اليوتيوب مانومتر. كويس. هو حتى بيقول لك the type of manometer is used when the difference between the densities of the two liquids is big. اما ده the difference between the two liquids is a is small. تمام. ودي مساله على الايه على الكلام ده. قبل ما نخش في مساله الاول، بس حد عنده اي سؤال في الكلام اللي فات ده؟ دكتور، هو الانفيرتد يوتيوب ده مش ممكن تبقى قيمه البريشر اللي هحسبها مش دقيقه قوي علشان الجرافيتي هتاثر وكده؟ لا ما لهاش علاقه بالجرافيتي. ايه علاقه دي بالجرافيتي؟ مش فاهم. ان هي مقلوبه يعني الليكويد اللي فوق فالجرافيتي هتشده. لا 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 مش بنعمل كده. لا طب ما اي تانك ولا حاجه يعني مثلا عندنا مثلا تانك كده ولا حاجه اهو وبعدين مثلا عندك نقطه زي دي عايز تحسب الضغط تحت، ما ده بيأثر عليها جرافيتي. طب ما هي داخله معايا جرافيتي داخله اصلا، مش هو البريشر عند مثلا المسافه دي اتش، البريشر بيساوي رو جي في اتش، هو ليه داخل الجرافيتي معايا؟ هي داخله في الاعتبار يعني ملهاش علاقه ان هي مقلوبه ولا عدله، جرافيتي معانا اصلا داخله في الاعتبار. طب ايه تاني؟ اسئله تانيه دكتور لو سمحت. اتفضلي. هي المفروض لما تبقى ليس دنس المفروض ايه اللي فيها علشان تجيب لي قرايه كبيره؟ يعني ايه اللي هيحصل فالقرايه تطلع معقوله؟ لا انا بس بقول ان هو هيكبر المسافه اتش فهتسهل عليا القرايه فاعرف اقراها.
لكن يعني عشان اعرف بقى بالظبط يعني استخدم اي ماده اللي تكبر لي دي عايزه تجارب بقى في المعمل بقى نقعد نجرب مره زيت مره كحول مره اي ماده تانية. يعني هو عشان خفيف فممكن شويه ضغط صغيرين يعملوا هايت اكبر صح؟ ايوه بالظبط بالظبط. تمام شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ طيب بصوا يا شباب دي مسألة بسيطة قوي يعني بتجيب فرق الضغط ما بين البريشر A وبريشر B. دي مسألة اللي حلناها المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت كويس، بس هي مش محلولة، هي محلولة في المحاضرة. ودي مسألة بقى ايه اكبر شوية بقى، يعني عايزين نحل بقى مسألة بقى كده ايه مليانة كده عشان نقدر ان احنا ايه نحل ب يعني نتعود على ازاي نجيب فرق ضغط ما بين نقطتين وفي بقى ايه مشاكل زي اللي انت ايه شايفها دي. تعال نرسم المسألة ديت ونشوف ازاي هنجيب فرق الضغط ما بين A و B قد ايه. اوكي اوكي طيب تعال نرسم هنا كده مثلا مثلا وليكن اهو نعمل هنا مثلا ادي ماسوره كده كويس، وبعدين الماسوره دي نزلت تحت كويس وبعدين طلعت لفوق وبعدين مشيت كده وبعدين نزلت تحت خالص اهو وبعدين طلعت ايه طلعت لفوق وفي الاخر هنا ايه بقى في ماسوره تانية. طيب نمشي كده اهي تاني معاها كده اهو معايا كده. ادي النقطه دي تعالى نسميها A كويس، وتعالى نسمي النقطه دي B، وتعالى نحط هنا مثلا ادي سائل ونحط هنا ودي نهايته، وتعالى نحط هنا مثلا ده air وبلاش air خليها كمان شويه، تعالى نحط هنا oil كويس والoil ده لغايه هنا، وبعدين عندي هنا سائل تاني تعال نقول هنا مثلا كل ده زيبق وليكن ده كده زيبق حلو، والماسوره دي فيها ميه دي كده فيها ميه، وتعال ناخد المسافات بالانش سي المسافه دي كده 6 انش كويس، والمسافه دي برضو 6 انش كويس، وده برضو فيه مية ده فيه ووتر، والمسافة دي معلش ثواني والمسافة دي تعالى نخليها 8 انش كويس، وبعدين هنا ندي لك المسافة دي مديها لك سي المسافة دي كده شكلها وحش أوي الخطوة تعالى ناخد المسافة دي كده 36 بوصة 36 انش، وبعدين اخر حاجة المسافة من اول هنا لغاية هنا كده كويس ندي لك دي مثلا تعالى ناخد دي 4 انش كويس كده، وهنا برضو في زيبق خلي كل ده كده نقول ده خليه برضو ايه خليه زيبق ده اويل، وبيقول لك السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 0.7 كويس، ده زيبق وبيقول لك السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 13 وايه و6 من 10 تمام. ايه المطلوب في المساله مطلوب في المساله انك تجيب فرق الضغط بي اي ماينس بي بي بيساوي ايه بقى بيساوي كام كويس، وعندك المسافات كلها مديها لك ومدي لك كمان الـ specific graph بتاعت كل الايه
بتاعه كل المواد اللي هي محطوطه في الانبوبه، ومطلوب منك انك تطلع فرق الضغط ما بين A و B بيساوي كام. طبعا زي ما انت شايف كده مساله يعني مليانه سوائل، ومساله كمان فيها كذا يوتيوب، يعني هنا في يوتيوب على الشمال، وبعدين انفرتد يوتيوب هنا في النص، وبعدين يوتيوب ايه على اليمين. فمساله كده يعني ايه مليانه حاجات كتير قوي. طيب نحل المسائل من النوعيه دي ازاي؟ نحل المسائل من النوعيه دي ازاي؟ اتفقنا المره اللي فاتت لما يكون عندي مثلا يوتيوبز بالشكل دوت، ان احنا بنحاول ندور على equipotential line، يعني سطح تساوي الضغوط، عشان نقدر ان احنا نجيب علاقه ما بين مثلا الانبوبه على الشمال والانبوبه على اليمين. طيب يبقى انا محتاج اعمل كذا سطح تساوي ضغوط عشان اقدر انط مثلا من الانبوبه نمره واحد مثلا الانبوبه رقم 2 الانبوبه رقم 3 الانبوبه رقم 4، عشان اعرف يعني اجيب في الاخر علاقه ما بين تربط لي ما بين بريشر A وبريشر B. طيب يبقى اول تفكير بالنسبه لي هو ان انا هحاول ان انا ادور على علاقه تربط ما بين الشمال واليمين. ونعمل الحكايه دي ازاي بقى؟ هنبتدي بقى ندور على فين الاماكن اللي فيها الضغط متساوي، فين الاماكن اللي فيها ضغط متساوي. فلو جينا بصينا على هنا، ده زيبق وده زيبق، وده على الشمال هنا واليمين هنا، هما الاثنين في نفس الايه بقى، هما الاثنين في نفس المستوى الافقي، صح كده، في نفس السائل، والسائل متصل وساكن. اذا في الحاله دي من حقي ان انا اقول ايه بقى، اقول البريشر عند واحد، صح؟ ايه علاقته البريشر عند اثنين؟ تساوي البريشر عند ايه؟ عند اثنين، مظبوط. طيب فين تمام. تمام. طيب فين مكان تاني، فين في ايه مكان تاني ممكن يكون الضغط فيه على الشمال زي الضغط على اليمين؟ بص كده ايه العلاقه الانبوبه الثالثه الثانيه والثالثه فوق هنا بالظبط. لو انا جيت ممكن اخد خط هنا، صح؟ من حقي ان انا اخد خط ايه افقي بهذا الايه بهذا الشكل، صح؟ وتعالى احنا نعمل ايه، نسمي النقطه دي 3، ونسمي النقطه دي ايه بقى، ونسمي النقطه دي 4. ايه علاقه بريشر 3 وبريشر 4؟ متساوي، صح كده. طيب هنا بقى الانبوبه الثالثه والانبوبه الرابعه، فين المكان اللي ينفع اخد فيه خط؟ ينفع اخد خط هنا تحت 4 كده؟ لا ما ينفعش، صح؟ ده سائل، خد بالك ده زيت، صح؟ وده ايه، وده ميه، او ده زيبق هنا، هنا ما ينفعش. يبقى ما فيش مكان اخد فيه غير فين بقى، مكان فين في الايه، في الخط الايه، في الخط ده، صح؟ يبقى ساعتها هسمي النقطه دي كده ايه بقى، 5، صح؟ وهسمي النقطه دي ايه بقى، وهسمي النقطه دي 6، او هنا المكان ده بريشر هنا ايه عند النقطه دي بايه، ب6. حلو. ومن حقي ساعتها اقول البريشر عند 5 زي البريشر عند 6، عشان هما الاثنين في نفس المستوى الافقي، في نفس السائل، والسائل متصل وساكن، الاربع شروط متحققين. ينفع اطبق واقول البريشر على الشمال يساوي بريشر ايه على اليمين. طبعا ممكن بعد كده نجيب علاقه من بريشر 6 وبي، ونفس الكلام نجيب علاقه من A و A 1. يبقى شوف بقى عشان توصل من A لغايه B هتعمل ايه بقى؟ هتبتدي انك ايه؟ هتبتدي انك تقعد تجيب علاقه ما بين A 1 و 1 و 2 و 2 و 3 3 و 4 4 و 5 5 و 6 و N 6 و B. طبعا يعني ايه مشوار طويل قوي، ومعادلات طويله قوي وكتير قوي، ومجاهيل كتيره عندك، ست مجاهيل، 1 2 3 4 5 6 بالاضافه للبريشر عند ايه مش عارفه، ولا البريشر عند بي عارفه، وفي الاخر انت عايز تجيب فرق الضغط ما بين A و B. فطبعا يعني ايه كده المساله تبقى صعبه قوي. طيب في المره اللي فاتت احنا ايه كنا اخترعنا طريقه كده ايه سريعه، ان احنا نجيب فرق الضغط ما بين ما بين نقطتين وبعض، عن طريق ان احنا ايه بقى عرفنا طريقه ان احنا لو احنا نزلنا لتحت ايه اللي يحصل؟ الضغط بيزيد، صح؟ ولو طلعنا لفوق ايه اللي يحصل؟ لو طلعنا لفوق سوري الضغط ايه بيقل. فبص بقى انا هعمل ايه بقى، انا هبدا من عند ايه، كويس، وامشي داخل الماسوره، همشي داخل الماسوره كده، همشي جواها لغايه لما ايه بقى، لغايه لما اوصل عند ايه بقى، عند نقطه بي، لغايه لما اوصل عند نقطه ايه بي. ازاي بقى؟ طبعا مفيش حركه، انا بس حاطط السهم ده عشان اقول ده اتجاه الايه، ده اتجاه الحسابات اللي انا ايه همشي عليها، بس مفيش حركات، ده كله ساكن. طيب هبدا من عند ايه، يبقى انا هقول ايه بقى، بريشر عند ايه، كويس. كل ما تنزل لتحت كل ما ايه اللي يحصل للضغط، كل ما الضغط يزيد. طيب يبقى بريشر عند ايه، هنزل لتحت، طب انا همشي فين؟ همشي في ميه،
صح؟ بقول ايه بقى؟ ووتر. يبقى زائد، جاما ووتر. جاما ووتر في كام بقى؟ في المسافه، المسافه اللي هي 8 انش. طيب احنا ما بنشتغلش بالانش، احنا بنشتغل بالايه؟ بنشتغل بالفيت. يبقى لازم احول من انش لايه؟ لفيت، عن طريق ان انا اقسم على كام بقى؟ عن طريق ان انا اقسم على 12. يبقى هقول بي اي زائد جاما ووتر في 8 انش. وصلت كده عند نقطه واحد. اوكي، انا وصلت كده عند نقطه ايه؟ واحد. طيب من عند نقطه واحد ايه علاقتها بنقطه اتنين؟ هي هي، صح كده؟ بريشر عند واحد او بريشر عند اتنين. يبقى انا كده ممكن ايه؟ اعمل حاجه اسمها جامب اكروس، اعمل حاجه اسمها جامب انط. كويس، منين بقى؟ انط من ايه؟ من نقطه لنقطه، بريشر عند واحد او بريشر عند اتنين. خلاص، يبقى انا دلوقتي كاني وصلت عند نقطه اتنين. انا دلوقتي واقف عند نقطه اتنين، جميل. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اطلع عند نقطه 3. طب انا هطلع، احنا قلنا لو هنطلع يبقى البريشر ايه اللي هيحصل له؟ هيقل، يبقى ناقص. ناقص ايه بقى؟ انا ماشي فين؟ خد بالك، ركز، اهم حاجه اسال نفسك انت ماشي فين ومسافه قد ايه. انت ماشي هنا في ايه بقى؟ في زي بقى جامع. يبقى ايه بقى؟ بدل ما اقول جامع ووتر اقول 13.6 جامع ووتر، يا ريت تحفظها بهذا الشكل، اس جي جامع ووتر في اتش. دايما الترتيب اس جي جاما ووتر في ايه؟ في اتش. يبقى 13.6 جاما ووتر في المسافه اللي هي كام بقى؟ اللي هي 36 بوصه، 36 انش، ونقسمها على 12 بالمره عشان ايه؟ بحولناها كده للايه؟ للفيت. خد بالك، جامد قوي من التحويلات، لانها ممكن يعني ايه تفرق معاك جامد فين؟ في المسائل، خاصه المسائل بتاعتكم يعني لما نجيبها في الميد تيرم او نجيبها في الفاينل بتبقى مسائل مالتيبل تشويس، وبالتالي الفاينل انسر هو الايه؟ هو المهم. وعشان ما ايه نصعبش الموضوع عليكم، فمن ايه دايما كل خطوه بتبقى ايه؟ تبقى بدرجه. يعني نجيب لك مساله كده عباره عن خطوه واحده او خطوتين بكتير قوي، وتبقى عليها ايه؟ تبقى عليها درجه، عشان يعني ايه لو غلطت خلاص ضاعت الدرجه يعني. كويس، ما بقاش ضاعت ايه؟ ضاعت المساله كلها، مثلا مساله ب 10 درجات ولا حاجه تبقى ضاعت مساله عشان خاطر ايه؟ غلطت غلطه ايه؟ تحويلات. لا، من ايه بنعملها لك بحيث ان ايه؟ تبقى المساله خطوه خطوتين بالكتير، وتبقى عليها درجه، وانت بقى ايه شطارتك انك ايه تحسب صح وتطلع الفاينل انسر مظبوط. طيب، يبقى ناقص 13.6 جاما ووتر في 36 انش على 12، وكده وصلت لغايه نقطه كام بقى؟ وصلت لغايه نقطه 3. ممتاز، انت واقف عند نقطه 3 دلوقتي، هتعمل ايه بقى؟ عايز تروح عند نقطه 4. بالظبط، مش 3 هي 4، هما الاثنين في نفس مستوى الافق ونفس السائل وساكن. تمام، يبقى انت كده كانك دلوقتي واقف عند 4، خلاص نطيت كده من 3 ايه ل 4. طب انا واقف عند 4 عايز انزل لايه؟ ل 5. عايز انزل لايه؟ ل 5. طب انا هنزل، يبقى هنزل، يبقى ايه بقى؟ اقول ايه بقى الكلام ده؟ زائد، يبقى زائد. طب انا همشي في ايه؟ ايه السائل دوت؟ زي بقى، زي بقى السبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي كام؟ 0.7. يبقى 0.7 صح جاما ووتر مظبوط. زي بقى يا دكتور، اويل، اويل يا دكتور، تمام. انا اسف، اصلا اتنين بنفس حرف الزين يعني، فمعلش. زيت فعلا زي ما بتقولوا، صح كلامكم مظبوط، هو زيت. يبقى 0.7 في ايه؟ في جاما ووتر، صح، في المسافه. المسافه بقى كام من 4 و5؟ 36 زائد 4 يبقى ايه؟ يبقى 40. يبقى 40 انش، يبقى على ال 12، صح. كويس كده، وصلت بالسلامة عند نقطة كام؟ 5. كويس، ممتاز جدا. 5 عايزين نروح لستة، نفس الكلام برضه، هعمل ايه؟ جامب اكروس. كويس، فلما جامب اكروس كده وصلت ايه بقى؟ عند نقطة 6، بقيت واقف عند ايه؟ واقف عند 6. كويس، هطلع، عايز اطلع لبي، خد بالك بالراحة، انت هتمشي هنا المرة دي في سائلين، هتمشي مرة في زيبق ومرة هتمشي فين؟ في مية، ده ووتر، صح كده؟ طيب، يبقى خطوة خطوة، ما تنطش، نبدأ من عند 6 ونطلع لفوق، 6 بوصة. يبقى ناقص، همشي فين؟ همشي في زيبق، يبقى ناقص، يبقى 13.6 اللي هو الايه؟ اللي هو السبيسيفيك جرافيتي. وانا ماشي في مضروب الكلام ده فين بقى؟ في جاما ووتر، في ايه بقى؟ في 6 انش على الايه؟ على ال 12. وصلت كده عند الايه؟ عند النقطه دي، عند النقطه دي اللي هي مثلا تعالى نسميها 7 ولا حاجه، وصلت عند نقطه ايه؟ 7. كويس؟ بعد ما وصلت عند نقطه 7 لسه عايز تطلع لنقطه بي، نقطه بي اللي هي فين بقى؟ اللي هي السنتر بتاع الماسوره اللي هو النقطه دي. كويس؟ هطلع برضو، هطلع يبقى ناقص، ناقص انا ماشي فين؟ في ميه، يبقى ناقص جاما ووتر، صح؟ طب ايه المسافه اللي طلعتها؟ 6، يبقى 6 انش، مقسوم الكلام ده كله ايه بقى؟ على ال 12، مظبوط؟ وصلت الحمد لله لايه بقى؟ نقطه بي،
يبقى اقول الكلام ده كله اللي هو كل اللي عملته دوت بيساوي البريشر عند ايه؟ البريشر عند بي. كويس؟ يبقى هتلاقي كل اللي في المعادله كله معلوم، ولكن مين اللي مجهول بقى؟ المجهول هو البريشر عند ايه ماينس البريشر عند بي بيساوي كام؟ تروح مطلعه. طب سؤال بقى كده للناس المركزه، الجاما ووتر تساوي كام؟ مش هتساوي 9810 62.4. ايوه 62.4. خد بالك انا شغال وحدات انجلش سيستم، يا ريت لما تيجي تحل اي مساله في الفلويد يعني اول حاجه تشوف تتفق مع نفسك على النظام اللي انت هتحل بيه. لما تلاقي المساله كلها يعني ايه بالنظام الانجليزي كده، طبعا مش معقول هتحول كل الايه كل المساله لنظام تاني عشان هو ده اللي متعود عليه، لا دي المساله دي ايه انجلش سيستم كلها. يبقى في الحاله دي اكتب فوق كده، اعمل كده ايه لنفسك كده ايه عنوان، انا شغال في المساله دي انجلش سيستم، يعني انا شغال بنظام الفيت، شغال بنظام سكند، ومعايا كمان ايه بقى، معايا كمان السلج والايه والباوند، ده النظام اللي انا شغال فيه. هتعمل نفسك كده مثلا وليكن كده ايه مستطيل كده برواز كده، ده النظام اللي انا شغال فيه. ما ينفعش اشتغل بالمتر، ما ينفعش اشتغل بالكيلوغرام، ما ينفعش اشتغل بالايه بالنيوتن، ده النظام اللي انا هشتغل فيه فين في المساله بتاعتي. تمام؟ يبقى الجاما ووتر دي ايه بقى، دي 62.4 باوند على الايه بقى، باوند على الفيت تكعيب. تعوض بقى الجاما ووتر في الايه في المساله اللي فوق بهذا الشكل. تمام؟ طيب حد عنده اي سؤال في المساله دي؟ دكتور معلش عندي سؤال، هو في نوايا من المسائل دي وهو ممكن يسالني مثلا اجيب البريشر ديفرنس بالبي اس اي؟ لو عايز لو عايز تجيب البريشر بالبي اس اي ممكن، يعني انت مثلا كده هيطلع البي اي ناقص بي بي بكام بقى؟ هيطلع البي اي ناقص البي بي حاجه رقم بالايه بقى، بالباوند على الفيت سكويرد. طيب لو انت عايزه بالبي اس اي، ايه العلاقه بين البي اس اي والبي اس اف او الباوند بير سكوير فيت؟ 1 بي اس اي صح بيساوي 144 بي اس اف. جت منين؟ 12 تربيع يعني قلت كده 1 باوند على الانش سكويرد صح كده. انت عايز تحولها لايه بقى؟ عايز تحولها لباوند، لباوند على الفيت ايه، على الفيت سكويرد. هتعمل ايه؟ انت عارف ان ايه العلاقه بين الانش والفيت؟ 1 فيت صح، فيت ب 12 انش. 1 فيت بيساوي 12 انش صح. طيب كويس قوي، فانا هحط الانش فوق عشان يتشطب، وايه هحط الفيت تحت عشان هو ده اللي يستنى، واقول 1 فيت بيساوي 12 ايه 12 انش مظبوط. لكن ده تربيع سكوير اهو، يبقى ده سكوير، يبقى ده سكوير سكوير سكوير، يبقى انا محتاج اضرب في ايه بقى، في 144 عشان احول من الباوند من 1 بي اس اي لايه بقى، لبي اس اف، فيطلع في الاخر 144 بي اس اف. الرقم اللي هيطلع دوت بالباوند بير في سكوير، عشان تحوله للبي اس اي يبقى هتقسم على 144. تمام تمام شكرا يا دكتور. العفو يا دكتور. طيب لو هي من بي اس اي لباسكال مش هو صح بيبقى هتعملي بقى التحويله بقى، تشوف بقى كده معلش الصوت بس هتعملي تحويله تانية. استاذن تعملي ميوت. طيب هنقول بقى مثلا سي 1 عندنا 1 بي اس اي يعني باوند على الانش سكوير، يعني ده بي اس اي كويس. عايز تحول لي بقى الكلام ده لايه بقى؟ عايز تحول الكلام ده لل باسكال، باسكال يعني نيوتن على الايه، على المتر الايه المربع كويس. اهم حاجه تكوني حافظه الايه التحويلات، يعني تكوني حافظه ان ايه العلاقه بين الباوند والنيوتن. 1 باوند بيساوي 4.44 نيوتن، لازم تكوني ايه حافظاه كويس. 1 كيلوغرام صح بيساوي 9.81 نيوتن مظبوط. 1 كيلوغرام بيساوي 2.205 باوند. قسمت الرقم ده على الرقم ده يطلع لك ان 1 باوند بيساوي 4.44 نيوتن. طيب فانت هنا عندك الباوند عايز تحوليه لنيوتن مظبوط. انت اهم حاجه عندك تكون حافظه الايه بقى، حافظه العلاقه دي كويس، تكوني حافظه العلاقه دي مش عارف ايه ماشي. فهتعملي ايه بقى؟ ادي الباوند عايز تخلصي منه تحطيه تحت، تحطي مكانه فوق النيوتن
كويس هتقولي 1 باوند بيساوي 4.44 نيوتن. اوكي يبقى الكلام ده محتاج يتضرب في 4.44 انش. عايز تخلص منه تحط مكانه متر، هتحط هنا انش اهو، تحط هنا متر تحت. كويس، بس ايه علاقه بقى بين المتر بقى والانش؟ شغلانه بقى صح. طيب 1 متر بيساوي كام فيت؟ بيساوي 3.28 فيت. كويس، وواحد فيت صح بيساوي كام؟ واحد فيت بيساوي 2.45 سنتي. بيساوي 12 انش. بالظبط. ثواني عايزين نحول ايه؟ عايزين نحول المتر لفيت صح. واحد فيت بيساوي 12 انش صح كده، وواحد انش كمان صح بيساوي ايه بقى؟ بيساوي 2.54 سنتي. كويس، فانت ممكن تحسبي بقى ان المتر ده 1 متر بقى هيساوي كام في الاخر بقى؟ 3.28 صح في 12 بوصه صح في 2.54. بس انت تحسب الكلام ده على 100 بقى عشان تحوليه لايه؟ للانش. اوكي، تقدري تطلعي الكلام ده بالايه؟ صح الايه؟ هيقسمه على 100 سكوير، على 100 سكوير. طيب معلش انا ممكن اكون اتلخبطت هنا، معلش عايز امسح المعادله دي اتاكد بس ان احنا ماشيين صح. هنتاكد بس كده. الانش احنا قلنا 1 انش يساوي 2.54 سنتي صح. يبقى ساعتها والفيت 12 انش. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحاول العلاقة ما بين ال، عايزين نشطب ال الانش ونحط مكانه ايه؟ نحط مكانه متر صح كده؟ واحد متر يساوي 3.28 فيت. ايوه استنى كده، هنستخدم اخر المعادلة بس اللي هي 1 انش يساوي 2.54 سنتيمتر. دي هنعملها سكوير، كان اسمها على 100 سكوير. ماشي. المهم في الاخر يعني ان احنا عايزين يعني نحول الايه بقى، نحول الانش ده للايه؟ لمتر في الاخر. ففي الاغلب اللي انا كنت كاتبه صح فعلا، 1 متر صح هيساوي 3.28 فيت صح. فنضرب الكلام ده فين بقى؟ في 12 انش صح كده، في 2.54. المفروض يطلع الكلام ده بالايه بقى؟ بيساوي كام الكلام ده؟ يطلع بالايه؟ بالسنتي. يطلع يطلع بالمتر. بالظبط، يطلع الكلام ده بالسنتي ونقسم الكلام ده على 100 يطلع بالايه؟ بالمتر. طيب معلش، هي تحويله تقيله شويه بس طيب خلينا نكمل المحاضره وبعدين ايه نرجع تاني للتحويله ديت. اوكي، عايزين نعمل ايه تاني بقى كمان؟ تعالوا بس ايه نطلع لفوق كده بس عشان عمالين نعمل نازلين لتحت كل شويه. نعمل كده اهو. عايزين ناخد بقى ايه مساله من نوعيه تانيه. مساله قد تكون ايه تبان سهله بس مساله مهمه. زي مثلا وليكن عندي ادي تانك كده، استنى بس نكبر بس الشاشة شوية. ماشي اهو. نبدأ هنا كده مثلا، سي ان انا عندي بيستون كده اهو، مكبس وده بيستون. معلش ثواني كده. وبعدين ركبت هنا ايه بقى؟ وركبت هنا حرف يو او انبوبه ايه مانومتر بهذا الشكل. كويس اهو، وحطيت هنا ايه بقى؟ حطيت هنا عداد اهو، جيج. كويس كده، ده مكبس. وقال لي اذا كان البريشر هنا بيساوي ايه بقى؟ بيساوي هنا 70 كيلو باسكال.
وبعدين قال لي هنا المسافة دي المسافة دي 1 متر فاي المسافة دي 1 متر ايه بقى 1 متر فاي كويس ومديني الارتفاع ده مديني الارتفاع ده 1 متر طيب لو كان البريشر اري 70 كيلو باسكال عايزين نعرف الوزن الويت كويس بتاع البيستون بيساوي قد ايه الويت بتاع البيستون بيساوي قد ايه واعتبر ان هنا في زيت والسبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي بوينت كام 0.8 اوكي والسبيسيفيك جرافيتي بتاعته بتساوي 0.8 في الحاله دي بقى هنعمل ايه الحاله دي هنعمل ايه عشان نجيب وزن البيستون يعني مثلا انا هنا عايز اعرف اهو كده اهو الوزن بتاع البيستون ده بيساوي كام الوزن بتاع البيستون ده هنا عامل لي ضغط عند النقطه دي عامل لي ضغط عند النقطه دي تعال نسمي النقطه دي مثلا ايه 1 الضغط عند 1 ده ليه علاقه بالوزن ضغط عند 1 بيساوي الويت مقسوم على ايه بقى مقسوم على الاريا اللي ايه بيأثر عليها اذا انا لو عرفت البريشر عند 1 بكام اقدر اجيب الايه الوزن بكام طيب ازاي اجيب البريشر عند 1 ايه المعلومات اللي هو مديني مديني هنا زيت مديني هنا انبوبه يوتيوب وفي الاخر مديني هنا البريشر فوق خالص كام 70 كيلو باسكال اذا انا ممكن اعمل ايه بقى ممكن ادور على خط تساوي الضغوط واقول البريشر على الشمال ده كده البريشر على الشمال ده كده بيساوي البريشر على الايه على اليمين كويس ممكن اقول كده ان البريشر عند 1 بيساوي البريشر عند كام عند 2 طيب بريشر عند 1 ده بكام ده اللي احنا عايزينه خليه كده على جنب بريشر عند 1 ده اللي احنا عايزينه طب بريشر عند 2 ده بكام بريشر عند 2 هيساوي اللي فوقيه اللي هو 70 كيلو باسكال يعني 70 في 10 اس 3 صح اللي هو البريشر عند النقطه دي هنزل لتحت هنزل لتحت وركز كويس قوي انت ماشي فين بقى ماشي في زيت يبقى زائد 0.8 ناقص 0.8 جاما ووتر كويس مضروب في المسافه اللي انت ماشي فيها اللي هي كام بقى اللي هي ايه اللي هي 1 كويس طيب عندك ده هنا بقى ده بالمتر يبقى احنا نعوض عن الووتر بايه بقى نعوض عن الووتر هنا ب 9800 وايه 9810 كويس طلعت البريشر عند 1 بكام طلع يطلع بالايه بقى يطلع بالباسكال كويس انا مش عايز البريشر انا عايز الايه بقى انا عايز الوزن الوزن بقى هيساوي ايه بقى الوزن هيساوي البريشر خد بالك النقطه 1 دي عندها ضغط بيضغط لفوق كده تمام هو البريشر اللي عند 1 هو نفس الايه بقى ليه علاقه بالوزن اللي ايه بيأثر عليه المكبس من ايه من فوق يبقى الوزن يبقى البريشر الوزن بتاع المكبس هيساوي ايه بقى هيساوي البريشر بتاع 1 مضروبه في المساحه السطحيه اللي ايه اللي بيأثر عليها الضغط ليه ايه بقى هنا خد بالك دي اسطوانه وعايلك المسافه دي 1 متر وكاتب لك هنا فاي ايه فاي دي يعني ايه فاي فاي يعني يوصل بيه ايوه ان دي القطر ديامتر صح يبقى كل اللي انت فاضل لك انك تضرب الكلام ده فين بقى في المساحه صح بس المساحه دي بقى هي عباره عن ايه بقى هي عباره عن مساحه الدايره باي ار سكويرد او باي دي سكويرد على الايه على الاربعه باي دي سكويرد على الاربعه تعوض عن الدي بواحد وتقدر تطلع ال W بكام يطلع ال W ده بالـ A بنيوتن فدي مسألة بسيطة ممكن تعيد بيساوي بي 2 ازاي؟ عيد تاني اوكي مفيش مشكلة البريشر عند النقطة دي والنقطة دي هما الاثنين ايه علاقتهم ببعض؟ متساوي لأن هما الاثنين في نفس المستوى الأفقي في نفس السائل سائل ساكن صح ومتصل فلو أنا جبت بريشر عند اثنين هساوي بريشر عند واحد بريشر عند 2 بيساوي اللي فوقيه، ايه اللي فوقيه بقى؟ 70 كيلو باسكال زائد عمود الميه اللي هو ايه؟ جاما ووتر في ايه؟ في 1. يبقى بريشر عند 2 هيساوي 70 كيلو باسكال اللي هي 70 في 10 اس 3 زائد عمود الميه عمود الزيت سوري الزيت 0.8 جاما ووتر مضروب في الارتفاع اللي هو ايه؟ اللي هو 1 ايه؟ 1 متر. تقدر تطلع البريشر عند 2 بكام وهو بريشر عند 1. جبت البريشر عند 1 عايز تجيب الايه الفورس اللي بتضغط بيه الزيت على المكبس فمتساويين ببعض فكاني بعمل ايه بقى بقول سيجما واي مساله ستاتيك مساله ستراكشر سيجما واي بيساوي زيرو صح سيجما الفورس في اتجاه واي بيساوي زيرو فهتعمل ايه بقى هتقولي ساعتها ان الفورس اتاثر بيها البريشر على نقطه 1 هي نفسها الوزن دوت
ولان الفورس بيساوي بريشر في اريا او الوزن او البريشر هيساوي الوزن على الاريا. فساعتها هتقول ايه بقى؟ الوزن هيساوي بريشر عند واحد مضروب في المساحه اللي بيأثر عليها. بريشر عند واحد اللي جبناه نضربه في المساحه السطحيه وده لانه دايره يبقى اضرب باي دي سكويرد على الايه؟ على الاربعة. تمام؟ حد عنده سؤال في كده؟ دكتور ايه سيجما واي دي؟ انتوا خدتوا ستراكشر ولا لسه؟ تمام انا فاهمه بس ايه استخدمناها فين هنا؟ يعني قلت الفورس بيساوي الوزن بس مش اكتر. فالفورس اللي بيعمله البريشر هيساوي وزن الماده بس. الفورس اللي البريشر بتاع الايه بتاع الزيت مسببه هيساوي الويت بتاع الايه بتاع البيستون. عشان دي مساله ستاتيك فبنحقق اطبق قوانين الستاتيك وهي ان سيجما الفورسز في اتجاه واي بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو. تمام؟ طيب دي كان برضو يعني ايه ليه علاقه بالمحاضره اللي فاتت لان كان المحاضره اللي فاتت ما كناش غطينا كل حاجه. فلو نرجع المحاضره اللي فاتت قلنا الكلام ده صح؟ قلنا ده ده المكبس اهو ان هو عندك بيستون هنا وبيستون هنا الفورس بيساوي بريشر ايه بريشر في اريا. كويس قلنا الكلام ده الاثبات بتاع المره اللي فاتت. كويس دي شويه مسائل تانية كان في برضو مش عارف محطوطه ولا لا اللي هو المكبس الهيدروستاتيك هو الهيدروستاتيك او باسكال لو موجوده فين؟ موجوده في المحاضره ديت. طيب نرجع تاني بقى للايه للمحاضره بتاعتنا بتاعت النهارده. تعال نشوف احنا غطينا ايه. غطينا المساله ديت وغطينا الميركري بارومتر غطينا البيزومتر مظبوط والسيمبل مانومتر ديفرنشال مانومتر يوتيوب مانومتر انفرت يوتيوب مانومتر. كويس وبعدين في حاجه اسمها بقى ايه مايكرو مانومتر. في حاجه اسمها مايكرو مانومتر. كويس دي ايه اخر حاجه عايزين ايه نتكلم عنها وبعدين مساله على الكلام دوت موجوده فين في الشيت يا يعني نلحق نحلها ونسيبها للايه للسيكشن. بس المهم يعني احنا عايزين نتكلم دلوقتي على المايكرو مانومتر. في حاجه اسمها مايكرو مانومتر ودي لما يكون عندي ايه بقى ضغط صغير جدا مش عارف اقيسه. كويس فبحتاج ان انا اجيب حاجه اسمها ايه بقى مايكرو مانومتر. طيب نرجع للايه للسلايد وايه نشرح كده ايه واحده واحده كده عشان تبقوا ايه مركزين معايا. اهو ناخد كده ايه مثلا كده زي خط كده اهو. كويس وننزل لتحت. طيب سي ان انت كده عندك اهو مثلا ادي ماسوره قطعت فيها في شكل دايره. كويس وبعدين هوصلها دلوقتي ايه بقى بجهاز المايكرو مانومتر وده عباره عن ايه بقى عباره عن تانك كبير كده تانك كبير ليه مساحه كبيره يعني ليه مساحه كبيره او العرض ده كبير فبيسبب مساحه كبيره. وبعدين ركبت هنا ايه بقى ركبت هنا انبوبه على شكل حرف ايه بقى على شكل حرف يو وركبت هنا انبوبه كده على شكل حرف يو بهذا الايه بهذا الشكل. كويس وبعدين هنا في زي ايه زي محبس يعني فالف قافل ايه قافل الاتصال ما بين الميه اللي هنا وهنا مثلا في وليكن ايه وليكن زيت ولا حاجه ماده خفيفه. كويس ماده تانية يعني ودي ليها مساحه سطحيه ايه وديت الانبوبه الرفيعه ديت ليها مساحه سطحيه ايه بقى ايه سمول. كويس عشان بس ايه فرق يعني دي مساحه سطحيه كبيره مساحه سطحيه ايه بقى صغيره. والهواء ده والميه ديت طبعا مش هينفع يكون ميه عشان ده زيت واللي فوق دوت سي انبوبه مليانه هواء مضغوط وهنا في هواء دوت في هنا هواء ايه بقى هواء مضغوط. كويس ورحت جاي ايه بقى ورحت جاي فاتح المحبس ده ورحت جاي فاتح المحبس ده لما فتحت المحبس ده ايه اللي حصل بقى الهواء المضغوط ده خرج من الايه بقى من
من الماسوره او الانبوبه ديت، وبدا يعمل ايه بقى؟ بدا يضغط على سطح الايه، سطح الزيت اللي تحت. كويس، هيعمل ايه بقى؟ عشان هو مضغوط هيبدا يزقه، فلما يبدا يزقه السطح ده مش هيفضل في نفس المستوى، لا ده هينزل لتحت حته صغيره، هينزل لتحت مثلا مسافه صغيره. تعال نقول نزل مثلا هنا مسافه ولتكن كده ايه بقى، نزل مسافه ولتكن دلتا ايه، دلتا اتش. كويس، طيب لما السطح ده ينزل مسافه دلتا اتش، كويس، ايه اللي هيحصل؟ وبالك احنا بنتعامل دلوقتي مع سوائل كلها غير قابله للانضغاط، غير قابله للايه، للانضغاط. طيب الحجم ده كله هيحصل له ايه؟ هيتزق، مظبوط. طيب هيتزق ويمشي فين بقى؟ في الانبوبه دي. ويحصل ايه للسطح اللي هنا ده؟ يحصل ايه للسطح؟ هيعلى. هيعلى، كويس. هل هيعلى بنفس المسافه دلتا اتش؟ لا، اكبر بكتير. لا اكبر بالظبط، اكبر بايه؟ بكتير. برافو عليك، هو ده الايه المقصود من المايكرو مانومتر. هيطلع مسافه كبيره ينفع قيسها، هيطلع مسافه كبيره ينفع قيسها، ولذلك بيسموه ايه بقى؟ مايكرو مانومتر. كويس، هنا مسافه صغيره غير محسوسه، او مسافه يعني ايه، ساعات في بعض الاحيان بنهملها. كويس، ولكن هيطلع هنا مسافه كبيره اقدر ايه، اقدر اقيسها، فبالتالي اعرف اجيب ضغط الايه، ضغط الهواء هنا كام. طيب لو انا مش عايز اهمل ايه بقى المسافه دي، يعني لو مش عايز اهمل المسافه دي وعايز اجيب علاقه تربط ما بين التانك اللي على الشمال والانبوبه اللي على اليمين، فنعمل ايه بقى ساعتها؟ ايه العلاقه الحكم هنا؟ ايه الحكم، ايه الحكم اللي خلى المسافه دي دلتا اتش واتش؟ يعني ايه العلاقه بين دلتا اتش واتش؟ الاريا، مش بالظبط الاريا، هي داخله في الموضوع طبعا. الاريا الايه؟ السائل نفسه، ما هو اللي بيعمل كده. لا، ايه العلاقه بين الدلتا اتش دي والاتش دي؟ هنا خد بالك الحكم هنا في الموضوع هو الايه، هو الفوليوم، الحجم. الحجم اللي على الشمال ايه علاقته بالحجم اللي على اليمين؟ متساوي. متساوي، لان احنا بنتعامل مع متساوي. بنتعامل مع سوائل غير قابله للايه، للانضغاط. فبالتالي انا من حقي اقول العلاقة بين الشمال واليمين ان الفوليوم 1 بيساوي ايه بقى؟ بيساوي فوليوم ايه؟ فوليوم 2. كويس؟ طيب فوليوم 1 عبارة عن ايه بقى؟ فوليوم 1 عبارة عن الاريا، صح؟ مضروبة فين؟ بدلتا اتش. طيب وفوليوم 2 بيساوي كام؟ بيساوي اريا سمول مضروبة فين؟ في اتش. هو هيديك في المسألة الاريا كابيتال، هيديك في المسألة اريا سمول. كويس، تقدر تطلع علاقه بين اتش و ايه ودلتا اتش. بعد كده بقى كل اللي هتعمله بقى تروح جاي بقى واخد خط كده اهو، وايه، وتساوي الضغط على الشمال ضغط على اليمين، وفي الاخر تقدر تطلع البريشر بتاع الاير بايه، بيساوي كام. طيب دي فكره الايه، المايكرو مانومتر، ودي اول نوع منه المايكرو مانومتر. طيب لو كان الضغط ده عالي شويه ايه اللي هيحصل بقى؟ لو الضغط بتاع الهواء ده عالي قوي ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الميه او الزيت اللي في الانبوبه دي طلع مسافات طويله قوي. لو طلع مسافات طويله قوي هحتاج بعد كده ايه بقى؟ هحتاج بعد كده يعني زي سلالم مثلا هنا هو على اليمين. كويس، واحد هيطلع على السلالم دي عشان يبتدي ايه بقى، ياخد القرايه. فطبعا الموضوع ايه يعني ايه، مش لوجيك شويه عشان اجيب قرايه الضغط جوه الماسوره بكام اطلع على سلالم. فجم فكروا في نوع تاني بقى، النوع ده اللي احنا عاملينه دوت اسمه الفيرتيكال مايكرو مانومتر. النوع اللي احنا بنقوله دلوقتي ده اسمه الفيرتيكال مايكرو مانومتر. جم فكروا انهم يعملوا ايه بقى؟ جم فكروا ان هم يعملوا مانومتر تاني، بس بدل ما هو تعالى بس ناخد كده ايه عشان نختصر يعني الوقت شويه، ناخد كده زي كده ايه، كوبي كده كنترول سي كده، ونيجي هنا نقول كنترول في. كويس، حلو. وبعدين نرسم كده ايه بقى، نرسمه بدل ما هو كده افق كده، لا ناخد ايه بقى، بلاش كده، خليه ايه افق، مايل اكتر شويه، مايل بايه، بهذا الشكل. نتعب نفسنا ليه؟ ناخد خط كده اسهل. كويس،
تمام. طبعا هنا هما برضو نفس الكلام نعيد تاني، كانوا هما الاثنين على نفس المستوى صح، ولكن لما فتحت المحبس ايه اللي حصل بقى؟ ده طلع لفوق، عاد يطلع لفوق لغايه لما وصل لغايه ايه بقى الليفل ده. كويس. طيب سي برضو المساحه دي، سي برضو المساحه دي اسمه هنا برضو ايه الحكم ما بين الشمال واليمين؟ الحكم برضو ان فوليوم 1 بيساوي فوليوم 2 مظبوط. دي مساحه ايه؟ ده نزل دلتا اتش، لكن ده بقى طلع على المايل، ده طلع على المايل مسافه. كويس. ده طلع على المايل مسافه، مسافه ايه بقى؟ تعال نقول مسافه دي ايه بقى؟ ال. مسافه ايه؟ ال. هنا هنقول ان اريا في دلتا اتش بتساوي الفوليوم 2 اللي هو عباره عن الايه؟ المساحه دي في الايه؟ في المسافه ايه؟ ال. كويس. طيب لما هتيجي بقى ايه تطبق قوانين البريشر، لما تيجي تطبق قوانين البريشر وعايز تجيب البريشر بتاع الاير، فهتقول لي نفس الكلام، هاخد خط. كويس. فلما نيجي ناخد خط يطلع الخط ده عامل ازاي؟ يطلع الخط ده اهو، ناخد كده خط كده اهو، يطلع الخط ده هنا مثلا كده اهو. كويس. حلو. هتيجي تقيس البريشر، النقطه دي، النقطه اللي هنا دي، دي واحد، والنقطه اللي هنا دي ايه بقى؟ دي اتنين. لما تيجي تقيس البريشر، تقيس البريشر ازاي؟ هتقيس البريشر على المايل ولا هتقيس البريشر على الراسي؟ على الراس. على الراس. يبقى لازم ساعتها هديك الزاويه. لازم اديك الزاويه دي مثلا، الزاويه دي سيتا مثلا ولا حاجه. كويس. يبقى ساعتها هتقيس البريشر على الراس، لان انت لو افتكر كده مع بعض احنا قلنا البريشر في التانك متساوي في الاتجاه الافقي، ولكن معدل تغير الضغط في اتجاه الايه الراسي بيساوي ايه؟ بيساوي ناقص جاما. صح. الاثبات اللي احنا عملناه المره اللي فاتت، يبقى كان العلاقه ما بين او طريقه حساب الضغوط هي ضغوط في اتجاه راسي وليس في اتجاه افقي، فبالتالي ما يصحش ان انا اخد المسافه ال، لا ده انا لازم ايه احللها واجيبها فين بقى؟ على مسافه اتش. هنا اجيب الاتش دي بتساوي كام؟ تبقى ال ساين سيتا، وتزود عليها كمان ايه بقى؟ وتزود عليها كمان دلتا ايه؟ دلتا اتش. يبقى الاتش اللي هتبقى عندك هنا دي هتساوي ال ساين سيتا صح، وتزود عليها المسافه اللي هي دلتا اتش دي زائد ايه؟ زائد دلتا اتش. ده لما تيجي تحسب البريشر عند 2، يبقى البريشر عند 2 هيساوي الايه؟ جاما في الاتش، والاتش دي هي عباره عن ايه اللي فوق ده؟ ال ساين سيتا زائد ايه؟ زائد دلتا ايه؟ زائد دلتا اتش. دي النوع الثاني من المانومترز اللي هو اسمه ايه بقى؟ اسمه انكلايند مايكرو مانومتر. انكلايند مايكرو ايه؟ مانومتر. كويس. يبقى بكده احنا قلنا الايه السلايد ديت اللي هي كانت ناقصه. كويس. اللي هي المايكرو مانومتر، منها نوع الفيرتيكال مانومتر، ومنها نوع تاني اللي هو الايه الانكلايند مايكرو ايه مانومتر. وده الجيج بريشر شرحناه، وده النويد بارامتر شرحناه، ودي بقى ايه مساله موجوده ايه في الشيت. عندكم وقت؟ مش عارف عندكم وقت ولا عندكم محاضره دلوقتي؟ عندنا محاضره يا دكتور. طيب علموا ايه المساله دي كده كده موجوده في الشيت. فكره المساله بس سريعا كده، ان انت عندك زي اناء كده وبتركب له انبوبه حرف يو، هنا في زئبق وهنا في ميه. كويس. المساله دي جت في امتحان الميد ترم السنه اللي فاتت. كويس. و ومدي لك القرايه بتاعت المانومتر. قرايه المانومتر يعني ايه؟ يعني فرق الارتفاع ما بين الشمال واليمين، الفرق الشمال واليمين 15 سنتي. بيقول لك بقى ايه، فكر فيها كده المساله كده وقبل السكشن بتاع الاسبوع ده ان شاء الله. لو احنا ملينا الفلاسك دي ميه، كويس، عايز يعرف القرايه الجديده بتاعت المانومتر هتساوي كام. عايز يعرف القرايه الجديده بتاعت المانومتر هتساوي كام، يعني عايز يعرف هل هيفضل المسافه دي 15 سنتي ولا هتتغير، ولو اتغيرت هتبقى بكام. طبعا يعني ايه، احنا شرحنا الكلام دوت لما جينا نجلمنا على المايكرو مانومتر. لما هتملى ده ميه ايه اللي هيحصل؟ دوت هيتزق لتحت شويه مثلا مسافه دلتا اتش، وده هيطلع مسافه دلتا اتش. كويس.
فلما ده ينزل مسافة وده يطلع المسافة، القراية الجديدة هتبقى مثلا ايه 15 زائد المسافة اللي طلعتها هنا والايه المسافة اللي نزلتها هنا. ولكن خد بالك عندك بقى الايه الحاجة الصعبة في الموضوع، ان مش بس دلتا اتش هتبقى هي المجهولة، لا عندك كمان مجهول تاني هو ايه اتش 1 ده not given. فانت ايه يعني انا اديتك فكرة الايه زي فكرة المسألة كده او فهمتك المسألة عبارة عن ايه، انت بقى عليك انك ايه تفكر فيها قبل السكشن كده عشان تفكر ازاي ممكن ايه تحل المسألة دي بالايه بالكلام اللي احنا خدناه مع بعض في المحاضرة النهاردة. قبل ما اقفل المحاضرة حد عنده اي اسئلة؟ سمحت يا دكتور عندي سؤالين. اتفضل. اول واحد اللي هي في السلايد اللي قدامنا حاليا دي، المفروض ان حضرتك خدت ال L بلس دلتا اتش، مش المفروض باخد بس من اول الازاحه اللي حصلت لغايه فوق ليه خدت كمان الدلتا اتش؟ انا في اللي قبليها الفيرتيكال مانومتر مع المايكرومتر ما عملتش كده. كويس قوي، لان المساله دي عندنا هنا في تو كيسز، عندي هنا في المساله دي عندي تو كيسز. الكيس الاولانيه كويس ان الفالف واز ايه، الفالف كانت ايه كانت كلوزد، يعني المحبس كان مقفول. ففي الحاله دي كنا بنشتغل على الخط الاسود ده، البريشر عند هنا على النقطه دي هو نفسه البريشر فين عند النقطه ايه النقطه دي، صح كده؟ ولكن لما فتحت المحبس ده ايه اللي حصل؟ السطح ما بقاش هنا، سطح الزيت ده نزل هنا بقى في المكان ده. كويس. طيب يبقى انا اقول بريشر عند نقطه واحد دي ايه اللي حصل بقى، هتساوي البريشر عند نقطه اتنين، هما الاثنين في نفس المستوى الافقي نفس السائل، سائل متصل وساكن، يبقى ساعتها انا بريشر عند واحد هو بيساوي بريشر عند اتنين. طب ايه الفرق بين اتنين والنقطه اللي فوقيها دي مثلا ثلاثة؟ ايه الفرق بينها؟ في مسافه بينهم دلتا اتش، هو الدلتا اتش اللي نزل دي هي اللي كونت لي الدلتا اتش دي، لكن هنا السطح ده كان في الاصل في كيس 1 كان هنا، لكن في كيس 2 بقى يعني عندنا كيس ثانيه، عندنا كيس 2 عندنا الفالف ايه اللي حصل له بقى، الفالف اوبن، الفالف مفتوح. فلما الفالف مفتوح الزيت اللي هنا طلع مسافه ال لغايه لما وصل لغايه السطح الاحمر اللي هنا دي نقطه ايه نقطه 4. كويس. فلذلك لما انا جيت احسب بريشر عند 2، بريشر عند 2 ده تحت المستوى اللي قبل ما يطلع السطح ده، فلذلك انا خدت دلتا اتش معايا عشان لما السطح ده نزل كون لي المسافه دلتا اتش دي. رب اكون رديت على سؤالك. ده لما جيت يعني اسوي الهوريزونتالز ببعضهم. ايوه تمام. طب معلش تاني سؤال، هو ايه الديفكتس اللي شفتها في اول مايكرومونومتر اللي هو الفيرتيكال علشان ايه اللي خلاني المسافه دي لقيتها بتطلع طويله قوي؟ هنا نفس الفوليوم دوت اللي فوق هو نفس الفوليوم اللي تحت، تمام، ولكن لما اقيس على لما اخلي الفوليوم ده يطلع راسي لفوق كويس هتطلع المسافه دي زي مثلا المسافه دي وليكن تعالى نقول ايه 5 متر، 5 متر يعني دورين كويس. لكن لو خليت الزاويه دي اللي هي سيتا دي، لو خليت الزاويه سيتا دي كويس بتساوي 30 ايه 30 درجه وليكن. فشوف انت بقى كده ال وكانت الاتش سي كده الاتش بتساوي 5 متر. اوكي. فال هتساوي كام بقى؟ 5 ساين 30، ساين 30 كام؟ مش بنص، تطلع المسافه دي ايه بقى 2.5 ايه 2.5 متر. يبقى انا اختصرت ايه بقى، بدل ما اطلع دورين اطلع ايه 2.5 متر، يعني اقل من ايه من دور. كويس. ده الايه ده العيوب بتاعه الفيرتيكال مانومتر ومميزات الايه الانكلاين مانومتر. ايوه بس الانكلاين مانومتر شويه تحويلات في الحسابات او شويه قصدي تحليلات في الحسابات. ايه تاني دكتور معلش، ممكن الفايل اللي حضرتك كنت بتشرح عليه الايه؟ هبعتها لكم. انا بعت لكم المره اللي فاتت خدتوها. دكتور شكرا يا دكتور. تمام. والسلايد يا دكتور الايه؟ السلايد بتاع المحاضره سرعه السلايدز البرزنتيشن. السلايدز برضه بتاعت المحاضره. وصل لكم البرزنتيشن اللي فاتت من دكتور سمير المحاضرة اللي هي البرزنتيشن ديت؟
هبعت لكم. لا دورت على تيمز ما لقيتهاش. لا المفروض انها موجوده يعني, المفروض انها موجوده. طبعا هتاكد ان هو البرزنتيشن دي بتوصلكم, المفروض البرزنتيشن دي بتتحمل على ال LMS او دكتور سمير بيبعتها لمندوب الدفعه لغايه لما تتحمل على ال LMS. طب دكتور ممكن بس انسر شيت 1 عشان لو عايزين نشوف غلطاتنا اللي عملناها وكده. اه طبعا بنعمل لكم المودل انسر بنحضره, بس تاكد بس ان كل السكاشن اتصلح لها الشيتات, بعد كده بننزل الايه المودل انسر. حد عنده اي سؤال تاني؟ اه الله يخليك. حد عنده اي سؤال تاني قبل ما اقفل المحاضره؟ سمحت يا دكتور, هو في كده في الشيت رسمه كده ما فهمتهاش, الشيت 1 ولا شيت 2؟ لا شيت 2. شيت 2 اهو. اوكي اني رسمه. ايوه حضرتك, هو اول مساله او مساله الصفحة. واحد او مساله صفحه دي ليه؟ الصفحه الثانيه اول مساله 6. طيب ايه أيوة. المشكله اللي فيها بريشر جيج هنا بتديني قيمه, فهي بتعبر عن ضغط ايه, ضغط الاير لوحده ولا ضغط كل اللي جوه التانك؟ ده بيقول لك العداد ده قاري 1.5 كيلو باسكال. كويس, احنا اتفقنا ان البريشر بتاع العداد ده بيقرا ايه, بيقرا ان ناس اوت. مين الان؟ الان هنا هو الضغط بتاع الهواء. مين الاوت؟ اللي هو الاتموسفيريك بريشر. فتطرح ده من ده يديك الضغط بتاع الهواء عند النقطه دي. شايف الماوس بتاعي؟ يعني القيمه دي يعني ضغط الاير اللي جوه. ايوه, وبعدين مش تفرق معايا الاير هنا من هنا من هنا من هنا كمان, صح؟ لان لسه عرفنا في المحاضره دي ان ضغط بتاع الهواء عند النقطه دي او هنا او هنا واحد, لان بنعتبر ان الجامعه بتاعت الاير تقول الى زيرو. تمام, واللي تحت حضرتك بتاع البريشر جيج اللي تحت المساله اللي تحتين مالها؟ البريشر دوت بيجيب لك الضغط عند النقطه دي, يعني اللي هو الضغط السائل اللي في ايه والفيبر, صح؟ بيجيب لك الضغط عند النقطه دي بالظبط. يعني لو انت بقى ممكن تساوي الضغط عند النقطه دي بيبقى بارتفاع عمود السائل ده زائد الفيبر. تمام, شكرا. نعم دكتور, السلايد بتاع المحاضره اللي فاتت موجود على الليمس. طيب ممتاز, حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب هنهي المحاضره بقى, هقفل الايه التسجيل وابعت لكم البينت اللي انا الفايل اللي انا عملناه في المحاضره. كويس, وتمنياتي ليكم بالتوفيق. المره الجايه بقى هناخد موضوع تاني, المره الجايه هناخد ان شاء الله الايه الفورسز اون بلين سيرفيسز. بالتوفيق يا شباب, السلام عليكم. وعليكم السلام.